مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوت الفلاح على قناة الفلاح. في حلقة اليوم سنفتح ملف التلقيح الاصطناعي بين فوضى التنظيم وتحديات التأهيل، قطاع حيوي مهم على المستوى الفلاحي، على مستوى الاقتصادي، على مستوى الاجتماعي، ولكن قطاع مليء بالإكراهات وكذلك مليء بالتحديات في أفق الحديث على تأهيل هذا القطاع بترسانة قانونية جديدة. اليوم برنامج صوت الفلاح غيفتح هذا الملف مع الجمعية الوطنية لهيئة تقنية تربية المواشي، وغنحاولوا بلغة الواقع، بلغة الصراحة، بلغة التشخيص الموضوعي والعقلاني والتقني من هذه الجمعية اللي معروفة في هذا القطاع، باش نوقفوا على شنا هي أهم الملاحظات المسجلة على هذا القطاع، خاصة على مستوى التنظيم دياله، وكذلك شنا هي الاقتراحات والمقترحات اللي كتقترحها الجمعية من أجل تأهيل هذا القطاع. ممكن نقول التأهيل يشمل كذلك مجال ديال التقنين. من أجل مناقشة هذا الموضوع، التلقيح الاصطناعي بين فوضى التنظيم وتحديات التأهيل، سعيد جدا باش نستضيفوا اليوم على قناة الفلاح وضمن برنامج صوت الفلاح الأستاذ عبد الحق بوتشيشي، اللي هو رئيس الجمعية الوطنية لهيئة تقنية تربية المواشي. يحضر معنا كذلك وفي البعد الترابي والجهوي سي محمد الباردي، اللي هو رئيس الفرع الجهوي للجمعية بجهة الدار البيضاء السطات. كتحضر معنا كذلك الأستاذة إيمان خلوقي، تقنية ملقحة ومستشارة بهذه الجمعية، واليوم التصوير هو من المنطقة ديال يعني إقليم السطات، منطقة قيسر، وفي واحد الفضاء طبيعة الحال قراوي، باش نجسدوا هذا المبدأ ديال القرب اللي كيحاول برنامج صوت الفلاح وكذلك قناة الفلاح انها تكون قريبة من الفلاحة وقريبة من القضايا اللي كترق بال هاد الفئة. إذن على بركة الله نبداو الحوار ديالنا. في المحور الاول غادي نديرو تشخيص شنو واقع في هاد القطاع بالضبط، وغادي نرحب في البداية بالسي عبد الحق بوتشيشي، رئيس الجمعية الوطنية لهيئة تقنية تربية المواشي. السي عبد الحق مساء الخير ومرحبا بك. مساء الخير سي خالد، شكرا للدعوة وشكرا للبرنامج صوت الفلاح، ونتمنى ويكون فعلا يكون جسد صوت الفلاح، لأن للفلاح صوت ويجب أن يصل إلى المسؤولين. هذا ما نتمناه، نتمنى أننا نكون فعلا صوت موضوعي للفلاح. ما كان بغيوش أننا ندخلوا في البوليميك اللي كيكون مجانب للموضوعية، نحاول نبقاو دائما في إطار الموضوعية. احنا صحافة، احنا إعلام، نحاول أن نجسد الحقيقة كما هي، نقربوا من الحقيقة، لأن حتى الحقيقة جزء كبير منها كيبقى نسبي. نرحب بالسي محمد الباردي، رئيس الفرع الجهوي للجمعية، مرحبا بك. مرحبا بكم سي خالد، مرحبا بكم. وحنا اليوم في ضيافتك وفي ضيافة هذا المكان الجميل. مرحبا مرحبا بسي خالد، مرحبا بسي الفاطمي، مرحبا بسي عبد الحق، أخت إيمان، مرحبا بالمشاهدي الكرام. عطينا شويه على هذه المنطقه اللي احنا فيها نعرفوها. مرحبا، احنا كنتواجدوا الان في ضيعه الشرفه بمنطقه قيسر، أيه، اقليم سطات، جهه الدار البيضاء سطات. هذه المنطقه معروفه بالاساس بزراعه الحبوب والقطني، بالاضافه الى النشاط ديال تربيه المواشي، الابقار والاغنام، شيئا من الماعز. المناخ تقريبا راه متوسط، صبات شي شتا زوينه بعدا. الحمد لله الحمد لله، نتمنى ان شاء الله الخير. الحمد لله جات امطار الخير اللي بشرات الفلاحه، ومرحبا. وكنتمنى ان الطريق راه شفنا كاين تفاوت، كاين ناس اللي تبارك الله الحبوب مزيان، ولكن كاين بلايص اللي بانوا لينا بانه ربما واش كاين شي تفاوت في المقابله. شويه كاين تفاوت في المقابله، كاين تفاوت في الوقت ديال الزرع.
هو اللي هو اللي الان كيبان جالي في يعني في الحاله ديال الفلاحه اليوم. نعم. وكنتمنوا ان شاء الله هذه المنطقه تكون منطلق لهذا الحوار الجاد المهم. صحيح. ومنها ينطلق ان شاء الله صوت الفلاح مع هذه القناه. هذه القناه الصراحه الفريده من نوعها, يعني قناه اللي كتحاول ما امكن تكون في جنب الفلاح توصل صوت الفلاح. ونتمنوا كما قال سي عبد الحق ان شاء الله يوصل. كما قال لنا احد الضيوف قال لنا قناه الفلاح جات مع الشتاء, جابت مع الشتاء لان هذا العام ان شاء الله كل شيء كيراهن على هذا الموسم يكون موسم فيه الانتاج وموسم فلاحي. ونتمنوا نكونوا عند حسن ظن الفلاحه. استاذه ايمان خلوقي مساء الخير ومرحبا بك. الله يخليك. شكرا سي خالد, شكرا على الاستضافه في هذا البرنامج. مرحبا بكم في اقليم ستاس. انا ايضا كنشتغل في هذا الاقليم هذا مع الزميل ديالي سمح لي الضباردي, وكنتمنى نفيدكم في هذا القطاع هذا. صراحه ما كتلقايش مشكل يعني من ناحيه مفاهمه مع الفلاح. ديما كيطرح لي شحال من واحد تيقول لك زعما واش زعما المراه كسبات الثقه ديال الفلاحه. صراحة ما لقيناش حتى شي مشكل, كان غير مسألة ديال في الأول فاش انطلقنا مع حنا شحال هادي حنا في الدومين, كان شوية ديال التعجب. الفلاح كيبقى مستغرب كيفاش غتعامل مع داك الأنيمال داك البقرة, كيفاش غتعاملي معها, واش عندك ديك لافورس واش هذا. لكن الحمد لله الأمور عادية الحمد لله. وهذا هو هذا هو اللي كيجسد التوجه الجديد, لأنه كاين واحد التغيير تقريبا شبه شامل في النمط الفلاحي وحتى في العقلية الفلاحية. صح. في المغرب. سي الفاطمة بوكريزية المستشار في التنمية الفلاحية, مرحبا بكم. ومني كنا جايين في الطريق وانت الملاحظات هادو راه ما خدموش الارض مزيان, هذا راه مزيانين وقتي وشي, ومني كتلقى شي ارض اللي هي باينة عاطية كتقول لي تبارك الله هادو كي جاتك قيسر والنواحي. اولا مساء الخير سي خالد, مساء الخير الاخوة. هذه المسألة اللي ترتيها سي خالد ديال الملاحظة هي طبيعية ياك, لأنه أنا تبين لي أنه بكثر ما كتبعد من العاصمة ديال هذه المنطقة اللي هي سطات في اتجاه الجنوب الفلاحة غدا كتضعف. واش المشكل كيف قال سي المباردي أنهم ما زرعوش في وقت مبكر؟ واش الأمطار ما سقطاتش في وقت مبكر في هذه المنطقة؟ واش هذه تقنيات هاد الناس الفلاح اللي شفت هاد الحقول ديالهم؟ لانه حقيقه شفت شي حقول اللي فيهم امراض وما داووش لحدود الساعه. كنعتقد انه المنطقه هنا سنباردي هذه تحديدا داخله في اطار ولا في ولاد البوزيري ولا خارجه؟ لا هذه جماعه قيسر. هنا جماعه قيسر. جماعه قيسر هذه الجماعه ديال قيسر فيها محاديه الولاد الصغير. محاديه الولاد الصغير يعني احنا دابا تقريبا في المتفاوت جماعه قيسر. جماعه كاين حقول متفاوته وحتى في الانتاج غيكون داكشي متفاوت. نتمنوا انه تجي شي امطار باش حتى الناس اللي زرعوا متاخرين. وهذا هو الرهان, هذا هو الرهان, هو انه اليوم إن تكون فرص متكافئه في الدعم التقني. وهذا كنهضروا عليه دائما بانه كاين مشكل ديال الخصائص في الدعم التقني للفلاحه, خاصه الفلاحه الصغار اللي ربما باش نطوروا المردوديه. نرجعوا للتلقيح وندخلوا للتلقيح الاصطناعي. وما ادراك ما التلقيح الاصطناعي؟ صراحه قطاع مليء بالمشاكل ومليء بالغموض ومليء بالملاحظات ومليء بالشبهات. وهذا ربما واحد التشخيص اللي في العنوان ديالو هو هذا, بانه قطاع فيه المشاكل. ولكن مع الناس المهنيين غنبغيو نعرفوا المسببات ديال هاد المشاكل. السي عبد الحق بوتشيشي, يعني ملي كنهضروا على هاد القطاع كيفاش كتقراوه نتوما في الجمعيه بصفتك رئيس ديال الجمعيه؟ شنو التشخيص اللي دايرين لهذا القطاع يعني بكل صراحه وبكل موضوعيه؟ كيفاش كتشوفوه نتوما؟ وحنا يا سي خالد ديما بدا الصراحه هو اللي كاين. انا كتشخيص ديال الواقع يعني باش نشخصوا القطاع ديال التلقيح الاصطناعي للابقار. هو التلقيح الاصطناعي للابقار ما بداش هاد غادي 10 سنين ولا التلقيح الاصطناعي هو قديم في المغرب. صحيح. انما هو كاين المشكل واحد الوقت كانت كديروا الدوله ومن بعد تم تفويتوا القطاع الخاص. المشكل اللي كاين دابا كاين بعض الجمعيات يعتبرون انفسهم ليسوا بقطاع خاص, وهنا كاين مفهوم بعدا. اولا خصنا نفهم بانه كاين يا قطاع عمومي يا قطاع خاص.
الاشكاليه فين كاينه هو انه بعد سندت هذه العمليه ديال التلقيح للجمعيات، يعني خلقت جمعيات من طرف اشخاص تنظيمات المهنيه اللي ربما تعطاتهم من خلال الجمعيات اللي انخرطت فيها. دابا الا جينا نتكلموا على التلقيح الاصطناعي كاين جوج ديال التنظيمات المهنيه اللي هي رسميه تمثل، هي القطاعيه الفيدرال المهنيه للحوم المنتجين للحوم الحمراء هي رافيفيار، وكاينه ماروكلي يعني هي المنتجي الحليب. فتحت هاد الفيدراليات يعني كاين تنظيمات مهنيه اللي هي اللي كتمارس هاد التلقيح الاصطناعي. مع الاسف هو انه كاين بعض الجمعيات اللي دخلاء بهذا المصطلح، لا علاقه لهم لا بالمجال الذي اسست له هذه الجمعيات، يعني من ناحيه توعيه الكساب او تحسين النسل او الرفع بقاء. واش دخلاء على الفيدراليات المهنيه ولا دخلاء على القطاع كامل؟ كاين باش نشرحوا هذه القضيه باش يفهمها حتى المشاهد الكريم. هذا التلقيح الاصطناعي اللي خصو يمارسوه هو التقني خريج المعاهد الفلاحيه تخصص تربيه مواشي، يعني الدبلوم دبلوم دو تكنيسيان ولا تقني او تقني متخصص، هذا الشرط الاول. من بعد التكوين كيدوز للتكوين في التلقيح الاصطناعي. هذا التكوين كيشرفوا عليه اساتذه ديال المعهد الحسن الثاني للزراعه البيطريه كيكون هذا التكوين. من شروط باش تكون خاص تكون رسلاتك واحد الجمعيه او تعاونيه حاصله على مدار باش تكون. التكوين في الاول كان شابته بعد بزاف ديال التجاوزات، كاينه تجاوزات تكونوا ناس اللي لا علاقه لهم بدبلوم تقني ولا تكوين لهم، هذا النقطه الاولى. مساله ثانيه هو انه ناس ناضوا خلقوا جمعيه، من بعد جمعيه مشاو حصلوا بطريقه او ما على مدار وخدموا تقني والهدف ديالهم هو ربح مادي، ليس الا لا هم لهم سوى المدخول المادي، لا علاقة لهم لا بتحسين النسل ولا علاقة لهم بتوعية الفلاح. يعني العلاقة اللي كتربط دوك الجمعيات مع دوك الناس اللي كيلقحوا لهم هو مي كتوقف ليها البقرة كعيط للملقح، لدرجة انه بعض الناس ما كيعرفش حتى داك الملقح شمن جمعية تابع ليها، بالإضافة إلى بعد التجاوزات اللي هي. ولكن في التكوين كاينين الناس اللي تكونوا من غير الجمعيات، يعني من غير التعاونيات، يعني شباب مشى دار التكوين ديالو. دار التكوين في الفوارات اللي كاينه في قنيطره. لا شوف كاين باش نرجع لك دابا كاين باش تكون ومنهم الناس ديالكم ديال التقنيين ديال تربيه المواشي. خالد باش تكون شريطات باش تكون اللي دابا ولا كيكونوا هما الفيدراليات. وباش تكون خاصك تكون تقني في تربيه المواشي ويكون مصيفطك جمعيه او تعاونيه حاصله على المدار. فين غتكون؟ في التلقيح الاصطناعي. وهذا التلقيح الاصطناعي ما كانش في المسار ديال التكوين ديال هاد المعاهد، هذا ديال قنيطره اللي كنهضروا عليه. لا دابا باش نشرح لك، المعاهد ديال الفلاحيه كتخرج بديبلوم تقني او تقني متخصص، ما كاينش ما كتخرجش كانك ملقح من التكوين ديالك، يعني مي كيكون عندك يعني داك ديبلوم ديال تقني او تقني متخصص كتكون عندك واحد التخصص في تربيه المواشي. يعني تربيه المجرات او الزراعات المتعدده وتربيه المواشي، هذه كيكون عندك هاد الديبلوم. من بعد عاد كتمشي كدير واحد التكوين خاص استكمال التكوين، استكمال يعني تكوين خاص هو مستقل تكوين في التلقيح الاصطناعي للابقار. شحال فيه من هما تيديروا فيه؟ كاين تقريبا واحد شهر شهرين ستاج حتى شهرين على حساب كاين ما هو نظري. دورة تكوينية. دورة تكوينية ما هو تكوين متخصص؟ لا تكوين متخصص يشرف على اساتذه يعني ديال ديبارتمون دو برودكسيون ديال المعهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره، يعني اساتذه كفاء. وبيني وبينك السي عبد الحق شارش من تكوينات؟ لا حيت هو باش نقولوا بان هذا راه متخصص. لا غير هو متخصص راه كيطلب واحد المده. علاش قلنا تقني متخصص في تربيه المواشي؟ علاش؟ لانه لي دوني دو باز عامين هذا ولا شحال عنده في عامين، ولكن لي دوني دو باز كاينين انه عنده عارف الاناتومي ديال البقره، عارف الفيزيولوجي ديال البقره. هذا تكوين، هذا تكوين تيكون عندي انا كتقني حاصل عليه، عارف البقره والفيزيولوجيا ديالها، عارف التغذيه ديالها، عارف كل شيء. شنو كيخصني غير هذاك التكوين الخاص بالتلقيح الاصطناعي؟ يعني الا شديتي واحد جبتيه من برا ما كيعرف شيء راه ما غاديش تكونوا في شهر، واني مي كنكون انا عارف البقره وعارف بان لو سيكل ديالها دورو برودكسيون شحال، يعني الدوره الشهريه ديالها شحال وفوقاش المبيض وداك الشيء كله كنكون عارفه. كيبقى ليا غير مساله اللي هي براتيك، اللي كيفاش نعرف يعني
المسائل المتعلقة بالتلقيح الاصطناعي. هنا كيكون هذا التكوين هذا خاص بالنسبة لهذه المدة هذه. باش نكمل لك السؤال. حيت دابا كاين اللي كيعتبر بأنه ما كاينش شي فرق. لا كاين. غنزيدوا شهر اش غيتكون في هذا الشهر؟ الشهر هذا بحال أنا ما فهمتش زعما الشهر تزاد وعاطينه للجمعيات ما ماشي شي هنا هو الأساس. الأساس في العملية السياسية. يعني الأساس هو التقني اللي خدع عملي. الأساس الأساس في البروفيل ديال 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 الملقح هو انه يكون تقني في تربيه المواشيق اولا قبل كل شيء، لان التكوين ديال التلقيح الصناعي كما قلتي ما هو الا تكوين تكميلي لان باش التكوين وهذا هو الباب ملي جاوا الدخلاء السياسي. هذا رجع النقطه اللي يعني هذيك الشهر كاين اللي يقدر يدوز لك مداش هويا من تكوين ديال عامين ديال التقني وجا ومشى دار هذا الشهر ولا تا هو تقني على عامين السي على عامين هويا ولا على 3 سنين ديال التكوين الاساسي اللي غادي ياهلو باش يكون ملقح. قفز على هذه المرحله كامله وداز مباشره لذاك الشهر ديال التكوين، ومن هنا منين هذا هو باب الدخلاء. ولا باش هذا من جهه الكواريت انا قلت لك التجاوزات. انا فاش بدا غنبداو في التجاوزات اللي وقعت هذه اولى التجاوزات. ولكن زيد لي شويه الجرعه ديال الصراحه. انا كنعرف انا شوف انا لا ورك لان شكون هما. شوف انا غنقول لك يعني التكوين كان اسنيده للفيدراليات، هما الذين يتحملون المسؤوليه في التكوين. ولكن كنعرف لي سيركوي دابا المدارات كيتعطاو من طرف الوزاره، يعني خارج ربما حتى هذه الفيدراليه المهنيه. لا هو التنظيم ديال باش نفرقوا باش نفرقوا بالنسبه للمدار. المدار كتعطيه يعني كاين مناطق اللي هي سقويه ومناطق اللي هي بوريه، كاين لوفيس وكاين لي دي بي يعني المديريات الاقليميه ديال الفلاحه، هما اللي كيعطيو هذه المدارات هذا بناء على معطيات ديال واحد ديال شحال ديال لي فيكتيف ديال القاطع اللي كاين تقريبا. هما كيعطيو هذه المساله هو تيكون ملف، يعني كاين واحد دفتر التحملات اللي كيكونوا كيراعيو فيه بعض الامور. هنا دابا حنا هذه المسائل اللي هي اداريه باينه ما غاديش نختلفوا عليها، وين المشكل فين؟ لا ولكن قلتي بانه جمعيات لا علاقه لها بالقطاع وحصلوا وحصلوا على مدار وهذا هو بدايه الكارثه. وهذا هو باش كنقول لك دابا انايا باش دابا انا باش نقول لك الخطير هو ان هذه الجمعيات تخلقات من اجل تحسين النسل، من اجل التوعيه وتحسين وتنميه القطاع. صحيح هذا هو الهدف. الكونترا بروغرام الكبير هذا هو الاتفاق الاطار اللي كاين. ويني شنو لينا كتلقى الملقح الصباح كيدور ليه رئيس الجمعيه تيقول لي شحال التلقيح درتي البارح وشحال الكيلومتراج، يعني دخلنا فيما هو اقتصاد ريع اكثر ما هو تنميه القطاع او تحسين النسل، لانه داك الملقح حنا ما كندافعوش على الملقح. الملقح قد يدافع على راسه وعنده من الكفاءه وعنده من المهنيه وعنده من المسؤوليه اللي حتى هو كتهضر عليه الملقح تقني المهني. انا ملي كنمثل كنمثل تقني الملقح باش نختزلوا القول، لان بالنسبه لي انا غير تقني فهو انتحال الصفه وليس له الحق بمزاوله نشاط التقني. البياطير عندهم الحق حقهم عندهم الحق ويصيفط الشيفور ديالو يدق البرا. احنا دابا غنوضحوا المساله هذا هو علاش بغيت نرجع حيت اليوم خصنا نحدوا الصيفه شكون هو بعدا هذا الطبيب البيطري له الحق له الحق في مزاوله ولكن الى صيفط المساعد ديالو لا لا هنا علاش خصنا نحدوا حتى المسؤوليه ومكون في التلقيح فوالا تقني ملقح ما نحدوش غير الصيفه سي خالد نحدوا الصيفه ونحدوا المسؤوليات حدو حتى المسؤوليه كل واحد يتحمل مسؤوليته فيما يجري. راه هنا كنبغيت غير نرجع لك عافاك لديك النقطه ديال الدخلاء في هذا القطاع هذا كاين على عده مستويات وفي جميع مراحل العمليه بدايه من الملقح. كاين الدخلاء الملقح هادو هما اللي هضرنا عليهم اللي قفزوا المرحله ديال التكوين ديال عامين و3 سنين ودازوا للتكوين السريع. كاين الدخلاء على المكونين الجهاز الوحيد اللي كان مخول ليه انه يكون تقنيه الملقحين هما مجموعه ديال الاساتذه ديال معهد الزراعه والبيطره الحسن الثاني للزراعه والبيطره اساتذه اكفاء اللي كانوا هما اللي مكون ليهم هذه المهمه. اليوم صبحنا كنسمعوا شي سميات وكيعطيو هادو المكونين اللي قلتي الدخلاء كيعطيو دبلومات كيف تتعلم التلقيح في 24 ساعه راه كاينه وصلات هذه كاينه
كاين اسي هذا بحال اللي دار لهم كيف تتعلم سياقه الطائره واحد بيلوت خارج الدخان واحد قال لي غنسمع على المكتب الطياره يومين عفاك كاين الدخلاء في التنظيمات كاين الكارثه الطامه الكبرى هما الدخلاء ديال التنظيمات كاين جمعيه جروبمون ديال بور ما فيها حتى فلاح هذه راه كارثه او الا كان سميتو ما السبارضي لا رونتيني والله شكون الواقع جرى الواقع شكون هما دابا كيقول لك هو تنظيمات شي جرعه واش كتهضر على لافيفيار واش لافيفيار ماشي لافيفيار واش هاد الاخرى سميتها هادي ماروكلي شوف طلبتي واحد ماروكلي بيني وبينك اش من دسكيه راه حيدو لهم الاعتراف وعاود زادوهم تما خرجوهم من الباب وردوهم ولا خرجوهم من الشرجم ولا عليك الكونترا بروغرام ملحقوش هذاك حتى هما كان يحيدوا لهم علاش ما يحيدوش لهم حتى اصلا في الكونترا بروغرام 10 سنين المغرب هاد الماروك فير المغرب الاخضر ما عطيتيش للوزاره وللدوله النتائج واللي ريزولطا اللي كنا كننتظروا حيدنا لك الاعتراف دوزناك جبناك من جهه اخرى عطيناك ثاني سميتيها ماروك زادوا هذيك ماروك هما اللي كيمثلوا ملي طلبتي لا باش غير ناقشوا شويه بصراحه ونسميو الاشياء بمسمياتها واش هاد لا فيفيار اونطون فيدراسيون اللي كتدخل في اطار تنظيمات البيمهنيه القانون 1302 قبل البي واش هادو لانهم مشرفين هما حتى هما راه عندهم كونترا بروغرام وزيد عليهم هاد ماروكلي واش حتى هما سبب في المشاكل نقول لك اسي خالد لان علاش الدوله عطاتهم باش يقنوا القطاع ما بقاوش حنا كل مره نضاربوا مع الناس هضرتي على التنظيمات البيمهنيه قبل ما كتكون التنظيمات البيمهنيه كاينه التنظيمات المهنيه جمعيات الجمعيات اللي كينخرطوا في التم راه لجينا التحيين اللوائح ديال المنخرطين ديال هذوك الجمعيات غنلقاو وقع فيها الرئيس بوحدو هذاك الرئيس راه لا يمثل ولكن الفيدراليات علاش ما كيطلبوش هاد الفيدراليات شوف كيقلبوا على الاصوات باش نكون واضح معاك بغيت الصراحه السي خالد راه كيقلبوا على الاصوات انا ما سوقيش انا جيب لي صوت لا واحد كتمثل كراسي كراسي هذا هو الواقع الفيدراليه ليست التي هي تشرع الفيدراليه تمثل اما التشريع ماشي خاص بالفيدراليه واش عندنا مشكل التشريع دابا بيان طبيعه الحال كاين فينا القانون ما كاينش القانون اللي ينظم القطاع يعني مشكل ديال التشريع اللي خصنا راه الفيدراليه تمثل هي فيدراليه بين مهنيه تمثل المهنيين تختاري شوف راه شركه للوزاره الى حق اقتراح مشاريع قوانين كاين ان كونترا بروغرام وكاين بزاف ديال المسائل اللي خصنا نهضروا عليها الا كنا بغينا نهضروا على الصراحه حنا راه شحال هادي طالبنا باش ما نبقاوش نترشقوا بالتهم لا الفيدراليه لا الجمعيه لا الوزاره لا لا الشركه لا كذا راه خاص حوار يكون جريء وصريح ويكون واحد دائي واحد المائده مستديره باش نلقاو الحل اما انا غنبقاو حنا نجي تستضيفني اليوم نقول لك لا انا راه الفيدراليه وراه كاين الجمعيات وراه كاين الموقع ولكن راه السي قالك تحديد المسؤوليات وراه غنجي انا نهضر معاك غنجلسوا في الطاوله باش نتفاوضوا خصني نكون عارف شنو المسؤوليه عندك وراه المسؤوليه باينه على من راه كلشي ملي كنقول الوزاره ملي كتقول لك بان انا مشكل ديال الطلق على الاصطناعي راه وكلتو لجوج الفيدراليات كاين الفيدرال بين المهنيه الحاليه والفيدرال بين المهنيه اللحوم الحمراء الجمعيات اش قالوا لنا حتى هما قال لك اسيدي هادوك هاد التقنيين ديالكم نتوما وتا هما يتمرضوا على الجمعيات ومشاو خدامين بوحدهم وانا غنقول لك علاش راه طاو دابا ودابا حنا دابا حنا غنوصلوا دابا حنا غادي النوار دابا راه كاين اللي دابا شاري اربع طوموبيلات داير فيها خوه عندو لا ديبلوم لا والو الدكار خدام هدف غياب قانون ينظم القطاع عند المهنيين غياب قانون ينظم القطاع دابا سي خالد كيحدث شوف سي خالد وفي ظل واحد نوضحوا شوف بغيت نوضح انا شوف راه حتى مش مضر لهاد الجمعيه تكون عندها سي خالد السبق في انها توضح الامور لان في نهايه المطاف شكون اللي واكل الدقره هو الفلاح هو الفلاح والتقني واش واحد داك لي برخاوي لا ما كاينش برخاوي راه ملي كياكل الفلاح راه كياكل التقني صح المشاكل واقعين لان شوف هنا ملي كنهضروا على واش واحد يبقى دق وما طلعش هنا في غياب معرفه وتوعيه الفلاح بانه راه ماشي طبيب ماشي بيطاري وين الجمعيات شنو غيعرف هو الله يرضي عليك السي خالد غير باش نشخصوا بغيت نشخصوا نشخصوا ولكن نهضروا راه التلقيح راه في الواقع انا كنهضر لك دابا انا كملقح كيعيط ليا انا ملقح كيعيط ليا الفلاح بعد تنقول ليه انا راه واحد المسؤوليه كبيره كيتحملها الفلاح لان الملقح راه ما قابلش البقره ماشي كبيره شويه ماشي كبيره لا علاش نقول لك هو راه رزقو انا رزقو غادي غادي يخرج على رزقو وحنا السي خالد مشينا كنبغينا نطوروا التلقيح والنمو الانتاج بدون تنميه الرصيد البعريفي ديال الفلاح
وهنا مشكل بغينا نكبروا الانتاج، ولكن الفلاح هنا دور الجمعيات اللي قلت لك بان الجمعيات راه ما خاصهمش يخليو غير الملقح يمشي عند الفلاح، راه خاصهم يديروا حلقات توعويه بالنسبه لذاك الكساب باش يعرف بانه راه ملي كتعيط للملقح الصباح وقال لك غادي ندوز عندك في العشيه راه ماشي غير يلوحك العشيه ولا صدرك، راه هناك كاين واحد البروتوكول اللي خاصو يطبقوا داك الملقح تقنيه تقنيه 100%. والكساب من خلال البرنامج ديالكم اللي كيعيط الملقح ويقول لي راه البقره سخنات لي هاد الصباح ويقول لي انا جاي عندك، عرفوا بالله راه ماشي تقني ملقح باش نكونوا صراحه. النتيجه الحقيقه شوف هنا هنا اللي خصو يوعي راه قال لك جمعيات وهميه نتيجه هاد القضيه الاستشاره الفلاحيه والتعاونيات خاص تكوينات التداخل تداخل هنا مسؤوليه شوف كل شيء كيتحملها علاش لا 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 عبد الحق والله خويا هادي كلشي كيتحملها باغي تلوحها الوسط ماشي اللوحه الوسط انا غنقول لك كل واحد حط عليه صبعك. حنا كما قالت الاخت ايما كاينه الاستشاره الفلاحيه استشاره لونكا الفلاحيه لونكا خاصها حتى هي راه دايره برامج كيديروا على التغذيه وكيديروا كيديروا ولكن لا ريبرودكسيون ما كيتناولوهاش هادي الاول مساله خاصنا نفهموها. اذا هاد لوفولي لونكا ضعيفه لونكا كاينه كاين مساله اخرى هما الجمعيات حداتهم لان كما قلنا الجمعيات لماذا احدثت هاد الجمعيات راه التوعيه والتسويق الرفع من الانتاج والتأطير ثم التأطير هدف القانون الاساسي معلوم داروا باش يمشيو للمعارض ويجمعوا ويسيروا حتى قلتيها داروا بحال صحاب الكريمات ديال الطاكسيات جيب لي الروسيطه والله يعاوننا انا نهضر معاك بكل صراحه سي خالد في الزنقه ماشي مشكل عندنا سي خالد قلتي رفعوا الجرعه ديال الصراحه رئيس الجمعيه كي 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 كيهضر معاك بالمفهوم ديال الكليان كليان ماشي كيهضر معاك بحال هكا بالمفهوم ديال الكليان الملقح الفلان الفلاني دا ليا الكليان ديالي هذه الصراحه اللي خصنا نهضروا بها رئيس الجمعيه كيهضر داك الروسي الا كانوا كيعطوه بعدا داك الروسي ديال كيدير فيه زبون هذاك خصو يتمنع كيما الزبون هذاك فلاح امور خريطة عندك المفهوم ديال منخرط الجمعيه انت زبون زبون ولا كتبيع عليه الشريحه هضرتي على هذه القضيه سي خالد قلتي بان رؤساء الجمعيات والجمعيات كيقول لك ودي الملقحين ولاو كيمشيو خدامين بلا حتى حاجه بالله عليك اشنو ضر رئيس الجمعيه فان ملقح خارج خدام في الفوضى واش عندك منخرطين المنخرط ما خصوش يهرب منك الا كنتي قايم بالواجب ديالك تيقفك واش كاين شي واحد غيخرج من دارو ويمشي يقلب على غنحل واحد على شي واحد اخر اسمح لي انا نقول هذا الملقح انا كملقح واش انا مشيت تفرط راسي على داك الفلاح لقح ليه راه هو اللي عيط عليا اذا ما راضيش بالخدمه اللي كتخدم اذا راه انت ما كديرش التعطير الفلاح انت ما مرونديش السيد كيعيط ليه بطريقه وراه اغلبيه دابا ولاو كيعيطوا ديريكت مول الملقح ما كيعرفش هو كاع الجمعيه واش كاينه ولا ما كاينه كيتيقف بغيت الملقح فلاني كنعيط للملقح فلاني علاش يدو مزيانه كينصحني كيتعامل معايا هذا هو اللي كيقلب عليه الفلاح لان كتكون انت لان ملي تقول دالي الكليان ديالي هذاك ما مشاش عندهم وجمعهم في السوق وقال لهم يلاه معايا ما خصوش يقول كليان وما خصوش يقولها صحيح لان خصو يقول المنخرطين قبل ما نمشي للفاصل بغيت غير فاطمي باش نشركوا اش بان لك في سمعتي دابا الجمعيه كيفاش كتقارب هذا الموضوع ديال التلقيح وحنا ملي كناخذوا معطيات من هنا ومن هنا ومن هنا دائما كيبقى عندنا هذا اللبس فينا هو اللي مسؤول على انه يجمع هاد المتدخلين باش يوضح المسار ويوضح القانون ويوضح وفي حق هاد المشاكل اللي تارت هذا بالنسبه لي انا عائق ديال التنميه في العالم القروي جزء من المسائل اللي كتوقفنا باش ما ننميوش العالم القروي ديالنا دابا انا كنت نستمع للاخوان والاخت كنعرف بان القطاع فوضى عارمة اللي ترتبت على عدة مشاكل وشكون كيأدي الثمن هو الفلاح وغنقول علاش كيأدي الثمن ندب هذا القطاع في فيدراليات بمهنية اللي كيف قال السيد الرئيس أنهم من المفروض أنهم ينسقوا مع هذه الجمعيات وأنهم يضموا هذه الجمعيات ويشتغلوا معاهم يقطروهم. لانه هاد الجمعيات هما اللي صله الوصل ما بين هاد المؤسسات والفلاح الفلاح ملي كنتكلموا عليه اش كنقولوا كنقولوا بانه الفلاح عيط لواحد الملقح جا عنده باش يلقح ليه الفلاح راه ما مفروضش فيه انه يعرف شكون هاد الملقح الملقح خاصها تكون مجدها الجمعيه اللي منخرط فيها الفلاح
كيف قالوا الإخوان، لأن الفلاح عنده إكراه، عنده واحد ضغط ديالاش. أنا كفلاح بلي كنشوف اليوم ثلاثة ديال البقرات صبحوا لي واقفين، كنولي عندي واحد الصراع ضد الوقت، لأن الفترة قصيرة كيف كتعرفوا نتوما، الفترة راه قصيرة ماشي قصيرة، طويلة. راه الفلاح اللي عنده زربان نقص في المعلومه كنشعل ديك الفتره كتبان ليه قصيره. فهمتي زعما بالبلاصمو ولا شارج اللي عند الملقح باش يوصل لهذاك السيد اللي واقف عند ثلاثه البقرات. غير دابا باش نتواصلوا مزيان سي عبد الحق، دابا بالنسبه للفلاح انا كتبان ليا البقر ديالي وقف، ثلاثه البقرات ديالي وقفوا، خصني نهز التليفون ونعيط للملقح. شنو انا بالنسبه ليا ديك العمليه ديال هز التليفون؟ راه الفلاح راه واعي لانه غادي يخبر الملقح، غيخبر المختص، هذه هي الاولى. بعدا غادي يحط واحد التشخيص لهذوك البقرات. ملي غيجي الملقح انا نقدر انا كفلاح وخطات وحده في هذوك البقرات راه ما واقفاش، راه غير ربما كتنقز، ولكن هو اللي غيكشف عليا، هو اللي غادي يحدد لي هذا الشيء. انا الاطار اللي كنهضر عليه هو اطار وراه بصح كون كان الفلاح عارف ويدق البرا هو علاش غيبقى يتسنى؟ لا التكوين اللي كنهضروا عليه يديروا هو، يلجأوا الى التقني الى الملقح، راه يلجأوا اليه والتكوين يديروا هو الفلاح. الفلاح الا كانت الامور بهذه السهوله اللي كنهضروا عليها يديروا هو، يدير التكوين يديروا الفلاح ويجي يلقح. حنا اللي كنهضروا عليه علاش كنبغيو نحطوا واحد الاطار قانوني؟ علاش؟ باش ما يبقاش عندنا هذا التسيب. انا بالنسبه لي وسمحوا لي على هذه الكلمه، انا بالنسبه لي هذا تسيب. راه قالوا تما علاش تسيب؟ حنا دابا الحدود الساعه اليوم ما قدرناش نحدوا الجهات المسؤوله. الله يعطيك الخير. الجهات المسؤوله اللي تحمل مسؤوليتها كيف قال السيد مباركي خصنا نعرفوهم شكون هما. واش هاد الفيدراليه المهنيه؟ واش وزاره الفلاحه؟ واش المؤسسات اللي كتشتغل مع وزاره الفلاحه؟ ما نديروش اسقاطات على الفلاح. الفلاح مازال خاصو تكوين، ومازال خاص هاد الناس اللي داخلين لهذا القطاع كمؤسسات كجمعيات كفيدراليات يبذلوا مجهودات باش الفلاح يوصل لواحد المستوى معرفي يقدر يتعامل معهم في اطار ديال في اطار قانوني اللي كيحمي المصالح ديال الجميع. اليوم حنا كنسمعوا ملقح كيجري بسيارته واش عنده تكوين ولا ما عندوش، كيدور يلقح هنا وهنا، هذاك نفسه شكون حاميه؟ واش من ضمانات عنده في اطار التامين ديالو؟ التامين ديالو فين هو؟ الا ما كانش كينضوي تحت واحد الجمعيه ولا واحد الفيدراليه باش ياخذ التامين ديالو ويشتغل مرتاح. طيب هذه اسئله غادي نمشيو الفاصل ومن بعد منه غنسمعوا واحد التصريحات ديال الفلاحه ديال الكسابه حتى همايا كيفاش كيشوفوا هاد القطاع، ونعطيوهم تم واحد الكلمه ومن بعد ندخلوا للمحور الثاني باش نناقشوا دائما في اطار تحديد مسؤوليات وتحديد خارطه الطريق بعد على الاقل في التشخيص نكونوا متفقين عليه باش نتفاداو ما قاله السي عبد الحق اللي قال لك اننا نوليو غير كنلوحوا الكره هذه يلوحها لهذا وفي الاخر كتبقى الوضع على ما هو عليه. فاصل بعده نستمع لتصريحات ديال الفلاحه ونعود من أجل استكمال برنامج صوت الفلاح. السلام عليكم، باسم الفلاحة ديال هذه المنطقة ديال القيسر ولد صغير. كان بالنسبة للتلقيح الاصطناعي نهضروا لي عندنا فيه شله مشاكل وشله اكراهات، وحنا اللي كنعاني وكنخلصوا من هذا الشيء كامل. حنا دابا ملي كيكون عندنا شي باكراف غنضربوا كما كنقولوا لهذا كنعيطوا ديجا مع الصباح، كتعيط على ملقح كيجي عندك مع الصباح ما كيتسولش المشاكل ولا هذا، يقدر يجي عندك في خمسة دقائق ما كاين لا استشاره ما كاين لا ما كاين لا الجمعيات ما كنعرفوا حتى شي جمعيه اللي كتمثل هاد سميتو القطاع. كان كيجي عندنا ملقح بسميه الجمعيه ما كاين لا ارشادات لا تكوين لا كيفاش كنخدموا لا كيفاش كيتعاملوا معنا ما هذاك. حنا بغينا اللي يكون مؤهل ويجي اطرنا حنا كفلاحه يأطرنا كيفاش وقتاش هاد البقره غتخص تضرب، وقتاش باش نرفعوا حنا من الانتاج، كيفاش المشاكل اللي فيها. وربما كتقدر تكون البقره مريضه خاصها الدواء كيقدر كيلقحها،
وربما كيكون الوقت ديالها باقي كيقدر كما جا هو خاصو يخدم خدمته وصافي، هو خدام ماديا بزاف ديال المشاكل، وحنا اللي كنعانيو من هذاك بالخصوص هاد السنين الاخيره، ولينا كنعرفوا بان هذا الميدان بحال كما كنقولوا مسيب، اللي جا كيدير هذاك كيخدم كتعيط ليه كيجي ما كايناش النتيجه، وحنا اللي كنخلصوا من هادشي، وحنا اللي كنعانيو من هادشي من كل من هاد العامين. وشكرا فهمتي، كنعانيو من هادشي ديال التلقيح، كنعانيو من شي حوايج. دابا كتعيط للملقيح كيكونوا واقفين عندك جبقرات ولا ثلاثه ولا سناوه، كتعيط ليه، ملي كتعيط ليه كي يقدر يجاوبك في التليفون يقول لك انا جاي ما يجيش، ولا جا داك الملقيح غير ماشي ما مكنش من التلقيح، كتلقاه كان مساعد بيطاري ولا شنو هو ولا كيلقح كتيخرج لك على البهيمه ديالك، وداك الشيء ملي كتبقى انت كمعول على ديك البهيمه راك ملقح ليها كتضرب بها سميتو، ملي كتجي كتلقاها ما عندها والو فهمتي. واش لا ما كيروج على هاد الناس هادو، بغينا شي حل واش من الدوله واش من الجمعيات واش من شلا مشاكل كتخبط في هاد الميدان هذا، والفلاح الصغير وداك الشيء اخويا راه ضايع بزاف، ضايع بزاف بين الفلاح على الكبير ولا الصغير ولا كل شيء بزاف. مره عندك تاني الحليب، حنا نقصنا البقر من اجل هاد الازمه اللي كاينه وهاد كورونا، ولينا مكملين من سميتو لا التفاته لا من الدوله ولا من اي شي واحد زعما التافت لينا، لا الجمعيات اللي كيقول لك حنا جمعيات، حنا بغينا هاد الجمعيه اللي كتقول لك انا جمعيه ولا سميتو حتى هي تقول لنا فين كاينه الجمعيه ويوريوها لينا. حنا بحال عندي ثلاثه البقرات ما عديش مع ملقيح للقاح، ما عديش ما نعرفو اشنو كيسوى اشنو كيتخلص او ما كيتخلصش، مغامر مع ولدي ما ديت ما جبت، كنعيط عليه كيجي عندي ما يجيش، نعيط عليه يقول لي انا ما فارغش، كتقول البقره نعيط عليه يقول لي انا معقيد، كتفوت البقره 3 سنين ما تلقحوش البقرات، خرجت 3 سنين ما عندي لا عجول لا والو، الحليب راه ما يحلبو داكشي اللي كتب الله، الحليب ما كاينش، نعيط عليه يقول لي انا ما فارغش، واخا ولا انا جاي ما يجيش في الوقت ديال البقره، ما جيت هاي فوت الوقت الضربه، يعني وقت واقف تكون البقره باغا تلقح، ما يجيش في الوقت تتفوت. ياك من ناحيه الجوده كاين اللي يجيبوا ليه الجوده ديالو مزيان، كاين اللي ينقصوا ليه يعطيو ليه داكشي اللي بغوا، حنا تعبنا من الاخر حنا ما عارفينش داكشي وما عارفينو، كاين الجوده وكاين العيان ماشي زعما كاع بحال، كاين الناس اللي عندهم الجوده مليحه مزيانه، كاين الناس اللي كيزيد داك العجل عادي يبقى عادي غادي عادي ياكل عادي يحلب عادي عجل عادي، حنا ما كناش مع هاد الجوده، هو غير سلعه جايبها دايره في الثلاجه ديالو كيجي عندك يجبدها يلقح البقره يمشي، ما عرفتي حتى ديال الشركه اولا ديالو واش رخيصه واش غاليه واش كذا كذا، علاش انا كان كيتغامر مع ولدي مع يعني كيجي حد يلقح ليا ما كنعطيهش، حد الوقت ما تلاش بغا يجي بنعيط عليه على يومين ولا ثلاثه عاد يجي تيفوت البقره هي اسمها فهمتي. نعود مشاهدينا الكرام لبرنامج صوت الفلاح على قناة الفلاح، وموضوع حلقة اليوم التلقيح الاصطناعي بين فوضى التنظيم وتحديات التأهيل. لهذا الغرض نستضيف كل من سي عبد الحق بوتشيشي رئيس الجمعية الوطنية لهيئة تقنية تربية المواشي، سي محمد الباردي رئيس الفرع الجهوي للجمعية الوطنية للهيئة، وكذلك الأستاذة إيمان خلوقي اللي هي تقنية ملقحة ومستشارة بهذه الجمعية، وكنحاولوا أنه من خلال الجمعية الوطنية لهيئة تقنية تربية المواشي أننا نوقفوا على مكامن الخلل والاختلالات اللي كاينة في هذا القطاع، لأنه كاين شبه إجماع على أنه قطاع مليء بالمشاكل ومليء بالملاحظات ومليء بالاختلالات، يعني نقولها بصريح العبارة، ويحتاج إلى تأهيل وتقنين وضبط وربما حتى المحاسبة. يعني قبل ما الفاصل ومني استمعنا يعني التصريحات ديال بعض الفلاحة حول هذا الموضوع، يعني غادي نرجع للبلاطو باش نشوفه، يعني دائما في إطار تحديد المسؤوليات، وباش إلا ما كناش محددين المسؤوليات في التشخيص ديالنا ربما الحلول غادي تصعب علينا،
وبالتالي غنرجع عند السيده ايمان خلوقي لان هي حتى هي في الميدان ونبغيو نشوفوا زاويتها هي كامراه وكتقنيه في هذا القطاع كيفاش حتى هي كتشوف القطاع، ولكن دائما نطلبوا انه ديك اللغه ديال الصراحه ودائما لان ملي كنهضروا بصراحه راه ماشي كنهاجموا، الصراحه هي بدايه الطريق نحو التصحيح ونحو الحلول. صحيح. هذا هو الهاجس ديالنا هو الحلول ديالنا، ماشي باش نشوشوا على ناس ولا نضربوا في قطاعات ولكن بتنظيمات، ولكن حنا بغينا الحلول. حتى انا بدوري بحالي بحال الزملاء بكوني انني في الدومين في المجال خدامه فيه كنشوف بان كاينه فوضى، كاينه فوضى، كاين بزاف ديال الحوايج اللي خصهم يتبدلوا، وفي الضحيه في الاخر كيبقى الفلاح. لانه علاش كيبقى ضحيه؟ راه الحين ما عارفش لحقاش ما عارفش، والتوعيه ديالو كتلاح على علينا حنا كملقحين كجمعيات كتنظيمات، لان حنا مكلفين ماشي فقط باش نديرو التلقيح الاصطناعي هو اللي الهدف ديالو تصحيح النسل لاميليوراسيون جينيتيك، يعني حنا نزيدو بهاد القطع القدام، ولكن راه علينا حتى التاثير ديال داك الفلاح والتوعيه ديالو في المسائل التقنيه اللي ماشي هي غير فقط الوقت نتاع السخونيه ديال البقره ولا داكشي، ولكن المسائل التقنيه اللي كتدور بتنجيح العمليه بما فيها الاكل. هذاك الفلاح الا ما هو ما اسيوريش الماكله نتاع القطع ديالو راه ما غاديش غتكون عنده لا ضرابه لا منتوجات لا حتى شي حاجه مقاده. دونك خاص توعيه، الجهات اللي مكلفه بالتوعيه خاصها تقوم بالدور ديالها اللي هو ما كاينش غايب على انا عمرني ما الجهه فين خدامه انا سي بردي تا هو غادي يكون ليا ما عمرني شفت تكوينات دارتهم مثلا مكاتب استشاره فلاحيه في الفلاحيه في الجهه ديالنا ولا الهيئات المهنيه ولا الهيئات المهنيه، يعني هما الفلاحه ديالنا حنا اللي كنخدموا معاهم يا ريت يجيو. ولكن حضرنا لواحد التكوينات من باب الواجب المهني، واش نتوما ما تقدروش ديروا هذا الشيء ولا خصو امكانيات ولا يعني كملقحين خصو امكانيات؟ هذا الشيء علاش شي شي تيقول لك هذا القطاع علاش اللي ما يشدوش الناس اللي هما ادرى اهلهم كادرى بشعوبها، علاش غيدخلوا الناس اللي غير هو ما عرف حتى شي حاجه ويدير جمعيه وهذا يشدوا هالناس اللي هما التقنيين يشدوا هاد الجمعيات هما ويتكلفوا الجمعيه راه عليها التاطير بزاف الحوايج هي اللي غتروكروبي الفلاحه والمصاريف وهاد الجمعيات علاش ما هما يروكريتيو ويخدموا معاهم التقنيين اللي كيخدموهم كيوليو يستغلوهم كيستغلوا المهنه ديالهم. لا دابا ملي كتخدم معاهم في الجمعيه كيقول لك سير جيب لي انا الروسيطه، صافي هذا منطق خاطئ. راه قال لك السي عبد الحق يعني منطق خاطئ، سير جيب لي الروسيطه، جيب لي هاد البراوات اللي عطيتك هاد لي سومونس عطيتهم لك سير وجيب لي الفلوس وشحال غتدخل لي الكونت وشحال غادي تسالي ولا الهدف مادي اكثر ما هو تنميه ونقطه نقطه مهمه ترتيها السي خالد هو ملي تارت الاخت ايمان النقطه ديال التكوينات وديال ديال المصاحبه الفلاح قلتي واش نتوما كتقنيا ما ديروش فعلا هذه من زعما كواجب مهني يعني كواجب وكمسؤوليه نتوما ملي تمشي دق البره ماشي دق البره زيد شويه من عندك كمسؤوليه وكواجب كمسؤوليه مجتمعيه واجب علينا حنا كتقنيا نديروا هذه العمليه، ولكن هنا كتختلف حسب الوضعيه وحسب التنظيم اللي كنشتغل معاه ذاك التقني. نعطيك امثله متعدده، مثلا ملي كتكون تشتغل بجمعيه اللي كتحاسبك على شحال من تلقيحه درتي ماشي شحال من تلقيحه نجحتي، بالله عليك غادي نبقى نفكر انني ندير سويفي مع الفلاح، ربما مثلا وجدت روما ما كيديرهاش كاع لقح وزيد وغادي كتحسب هاد التسجيل. انايا يعني كنعرف ان خصكم تدخلوا داك الشيء واحد لو سيستيم باش يمشي لونسا. لا بتاتا عندنا في المغرب باش يكونوا واضحين هذاك الشيء هو اللي خصو يكون، خص يوميا نعرفوا شنو تلقى. ما كاين حتى شي حاجه من نكمل عافاك خليك على النقطه المهمه ما كايناش هادي بعدا ما كايناش. نرجع لك قلنا المثال ديال الناس اللي خدامين مع الجمعيات شنو تابعهم ياك، يعني باش نعطيو لكل ذي حق حقه. كاين بعض الشركات نسبيا كيديروا التاطير، شركات باش نكونوا واضحين نعطيو لكم ذي حق كيديروا التلقيح كيديروا معاه نسبيا كيديروا معاه التاطير. كاينين الناس شركات ما فهمتش بحال الشركات زعما والشركات خاصه ولا هادو ديال الحليب ديال الحليب شركات ديال الحليب هادو اللي كيديروا التجميع هي اللي كيديروا التجميع ديال ولاو كيديروا التلقيح كيديروا التلقيح ديما كيديروا ما كانوش باينين بالشكل اللي كتهضر عليه دابا. لا كيديروا التلقيح السي خالد كاين الشركه اللي عندها على الاقل 20 مدار السي على الاقل كاين شركه كيديروا التلقيح نسبيا كيديروا علاش؟ لان الناس اللي خدامين معاها
نسبيا ما كيتبعوش بهذه القضيه هذه ديال شحال درتي من تلقيح. ثانيا كاين داك لصوصي ديال الشركات باغي الحليب، يعني باغي الفلاح يتنمى يعطيهم الحليب، باغي الانتاج، باغي الانتاج والجوده، ماشي على سواد عيون الفلاح، وانما راه لو روتور سير انفيستيسمون كيستافدوا منه هما استثمار، استثمار كاستثمار في الفلاح، كيحاولوا ما امكن يطلعوا المستوى الانتاجي ديالو عبر التلقيح الاصطناعي. وهنا باش تبان الاهميه والدور الكبير ديال التلقيح الاصطناعي. كاين الجانب الاخر ديال الناس اللي خدامين اللي خداو المبادره الشخصيه، كاينين الناس اللي فعلا خدامين كيديروا التتبع مع الفلاح عن قرب. والفلاح راه اول من كيكسب الثقه ديال الفلاح، الكساب بالضبط اول من كيكسب الثقه ديالو هو الملقح، اللي عنده اعتبارات. الاعتبار الاول هو هذه النقطه بالاخص الناس اللي كيديروا هذه المصاحبه، ملي كتمشي عند الفلاح قبل التلقيح، وكما قالت الاخ ايمان كتقول لها دير عندك خلل في التغذيه، علاش فين كيبان الملقح؟ كيبان لي في نسبه النجاح في الحاله ديال البقره، لان وهادشي كلشي مرتبط، هادشي عاوتاني مرتبط قلنا بالدخل، يعني بالتكوين اللي خصو يكون عند الملقح. اشنا هو؟ راه كاين الملقح وكاين الملقح، راه ما بغيناش ملقح اللي يجي حد الزريعه، هذيك كما قلتي راه نكونوا الفلاحه راه يديروها، راه خص لحد الزريعه يعرف فين يحطها وامتى يحطها ولمن يحطها، واش من زريعه يحط واشنو جاي مورا الزريعه. علاش السي الباردي؟ لانه ما كاينش محاسبه على النتائج تماما، ما كنديروش تقييم ديال هاد التقنيين ولا هاد الناس اللي كيديروا التلقيح على ضوء النتائج، كنديروا على ضوء الروسيطا ولا ضوء العائدات الماليه اللي كتدخل. ما فهمتش نتوما في الجمعيه ما زعما واش عندكم شي زعما شي اقتراح ولا شي مشروع باش يولي هاد القضيه ديال النتائج، لان الكل يتحدث في الشعارات الرسميه على تنميه القطاع وتنميه كما تنقولوا القطيع ولا السلالات ولا هذا هو منطلق، هذا هو منطلق الجمعيه في الدفاع ديالها على هذا القطاع. هذا هو هاد الحويجات اللي هضرت عليها. اولا كما قلتي حنا كنقلبوا على قانون ينظم هذه المهنه، اول حاجه اللي كناديو بها قانون يؤطر وينظم هذه المهنه. ثانيا الجمعيات دابا خاصنا قانون باش يقول لينا وليو تركزوا على النتائج. معلوم، وتحدد فيه المسؤوليات ديال كل جهاز بوحدو، مسؤوليه ديال التقنيه الملقح اشنا هي، مسؤوليه الجمعيه اشنا هي، مسؤوليه الدوله في هذا القطاع اشنا هو، مسؤوليه الشركات في هذا القطاع اشنا هو. ما بقاوش شي كيستغل شي. نهضر معك بكل صراحه، الجمعيه باش تخدم بالله عليك ان الجمعيه تسير قطاع ديال التلقيح الاصطناعي بنقص في ادنى المعلومات على التلقيح الاصطناعي، اخويا بغات الجمعيه تسير التلقيح الاصطناعي ما عندناش مشكل، تشغل اخويا تشغل تقني خبير في التلقيح الاصطناعي هو اللي يسير. اي انت راك لك الاشراف، مرحبا ما كاين مشكل، ولكن تسير التقني راه خاصو يكون التقني. بغيت نهضر معكم بصراحه اخرى، نزيد معكم واحد شويه الصراحه، كاين شويه واجب التحفظ كديروا بعض الخطرات. لا قول لي فين الفلوس هذه، فين الفلوس هذه؟ كاين شوف انا غنقول لك شي تلقيح، عمليه بسيطه درت انا والسي عبد الحق قبل البرنامج، يعني رقم ماشي سهل، هي بشحال من الملايين درهم؟ رقم معاملات مره نسمع 60 درهم، خص لك السي خالد رقم معاملات يقدر بالملايير الدرهم في هذا القطاع ديال التلقيح الاصطناعي. كنقول لك الواقع هذا ونديروا عمليه دراهم بالملايير الدرهم في هذا القطاع، يروج في قطاع التلقيح الاصطناعي ما بين كنقول لك ما بين السيراد ديال 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 القصيبات، ما بين لي سالير ديال الملقح. انت درتي واحد النقطه مهمه. نعم. واش هذيك الزريعه فعلا في شكون اللي كيراقب لنا الجوده ديالها؟ هذاك ستان فولي اخر. ودابا حيت هضرتي على الملايير، علاش حنا كنشوفوا الزريعه اللي كدور ما لا علاقه في تحسين النسل، حنا نديرو غير التيران ديالنا. السبب ايمان اشنا هو السبب؟ هداه نكمل لك السي عبد الحق. السبب هو ان لا ايمان دخل، ولكن كان ساين السي الباردي يكمل. انا غادي ندخل دابا في موضوع اخر ثاني، ولكن عقل على هذه السي فاطمه. شوف انا غادي يعني الزريعه اللي كدور انا غادي نقول لك كيراقب لنا واش هي امبورتي بصح، هذا تا هو قطاع جوده هاد لي سومونس او هاد اللي كنبيعو حنا، لحقاش كاين بصح الناس اللي الشركات اللي مستورده جوده عاليه وكتلقح بداك الثمن
الثمن، وكاين وحدين اللي مدخلين بحال الكونتروبوند وكيلقحوا الثمن اللي كتلقح به هذه. شكون اللي غيرقحوا؟ اذا كاين الكونتروبوند في هذا الشيء؟ بيان سور كاين. كاين راه انا قلت لك ديك الخطره السي خالد شنو كاين؟ راه عندنا دابا قول لي الثمن الله يرضي عليك شحال دايره هذه البره هذه؟ البره اللي زعما غنقول لك دير واحد المعدل ديال 180 درهم 180 لا مويا ما بين لي 180 درهم ما بين الانواع. انا الرئيس ديال لا فيفيار سي كاريبين كان تكلم لي على 60 درهم كاين 60 درهم قال كنقولوا لهم حنا 60 درهم ما كاين من 60 درهم ما كاينش شي واحد كيلقح باش يلقحوا ما كاينش شي واحد كيلقح ب 60 درهم اتحدى ان شي واحد هنا كيلقح لان الزريعه قال لك تشري مع شي 15 درهم ولا مارش اي خلي بشحال كتشري انا كنقول لك بشحال كتوصل للفلاح لا باش شارينا هما لان كنقول لك بشحال كتوصل للفلاح السي خالد راه المعدل ديال 180 درهم باش كتوصل للفلاح 180 درهم هذا معدل ادنى هذا معدل معدل ديال 180 درهم كاين قل وكاين اكثر بلاتي باش نشرح واحد المساله باش تنور الراي العام الله يجازيكم بخير هكذاك هنا كاين واحد المساله كاين هناك جمعيات اللي خاصه بالتلقيح ديال لي راس ديال الحليب ديال الحليب ها وكاين جمعيات اللي كتلقح لي راس ديال اللحم بالنسبه للجمعيه ديال الحليب كيكونوا دوك المنخرطين في الجمعيه كيخلصوا كتقطع عليهم الجمعيه واحد النسبه من الحليب كتلقى تعاونيه تعاونيه ولا جمعيه تيكونوا كيقتطعوا واحد النسبه من الحليب 2% ولا مرات واحد البركه كيقتطعوها وكيلقحوا لهم بواحد الثمن اللي هو ما كيتجاوز 60 70 درهم هذه كاينه زائد الاقتطاع سي عبد الاقتطاع ديال الحليب راه هو قلتو يعني الحليب ولكن الا حسبتيها بعمليه حسابيه على العام غطيح في هذا العدد غادي يطيح في اكثر من ذاك العدد لان غادي يلقح واحد التلقيحه ب 200 درهم شدات البقره الله يسخر ما شداتش غادا تعاود هي كاع نقولوا معدل ديال 400 درهم وين الا حسبتي القيمه ديال الحليب اللي غيقطعوا ليه على العام غتقام لك اكثر من ديك 400 درهم حتى الفلاحه راهم حتى هما راه بكيين راه تيحسبوها مع وهذا باب من ابواب الريعه السي خالد هذا ابواب الريعه حتى الشفار بلاتي كمل بلاتي السي خالد القضيه خصها خالد تعاونيات انا سولت بتعاونيات كيحيدوا لهم هذه النسبه وما كيلقحوش وما كيلقحوش بهذاك الثمن كيمشي كيجيب الثمن التفضيلي ولا سميتو انا غير باش نكملوا يعني داك داك هو بديك 200 درهم انا غير باش نوضحوا الامور لا كاينه في الغرب كاينه في الغرب انا حكم انا العلاقه ديالي مع الغرب في الغرب لا وانا تنقول لك انا كنتحمل المسؤوليه ديالي 60 درهم في الغرب ولكن راه ماشي هو ماشي قلت لك ماشي لكل شيء ماشي لكل شيء هذا لو كو ابارون هذا لو كو ابارون تنقول لك حسبها الفلاح 60 درهم وين راه كيقتطع في الحليب الله يرحمك راه كيقتطع في الحليب هذا من جهه دابا انا السي خالد غادي نقول لك حنا هاد المشاكل كرهنا نطرحوا المشاكل خصنا نشوفوا شنو هي لا كونتريبيسيون ديال الجمعيه ديالنا في ايجاد الحلول شنو هي الحلول المقترحه من عندنا كما قلت ولكن معرفه المشكل راه جزء من الحل راه ملي كتشخص المشكل راه غتلقى الحل وين حنايا مع تداخل الجهات ومع 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 وهذا اقتصاد الريع وهذا التطفول وهذا كل شيء كاين واني حنا كجمعيه شنو التصور اللي بغينا نشوفوا فيه الملقح انا ما غاديش نذكر لك بان كاين ملقحين اللي خدامين مع جمعيات ما كيخلصوا لهم لا ضمان اجتماعي لا ما كاين لا تامين ما كاين لا كونجي ما كيتخلصوا بقل من السميك هادشي ما نهضروش عليه هادشي راه كاين ما عندهمش سالير هما كاين سالير وان بورسونتاج وكاين اللي كيعطي غير ان سالير وكاين اللي كيعطي غير النسبه غير البورسونتاج دخلتي هي ادخل علاش تيقول لك انا عطيتو السالير غيبقى جالس ما يبغيش يمشي يخدم تيقول لي عندك الروسيطه حتى انت في اي حاجه جبتي عندك واحد البورسونتاج كتلقى ذاك الملقح مسكين ما عنده لا سبت لا حد ولا كونترات لهم يحزنون ما كاين والو ما كاينش هنا دابا المشكل فين كاين وهنا هنا هو الخطير هو انه كما غادي نرجعوا للتصور وني باش نربطوا التصور ديال الجمعيه ديالنا خصنا نشخصوا الوضعيه ديال شنو الاخفاقات اللي خفقنا فيها في اطار تحسين النسل في مخطط المغرب الاخضر هذا سؤال خصنا اللي نلقاو بان شنو هما المشاكل اللي غلطنا فيهم اللي ما درناش ليه لحد الساعه دابا حنا كنتكلموا على التلقيح الاصطناعي وهذا التلقيح الاصطناعي كما قلنا راه ماشي وليد اليوم ولا زلنا نستورد الابقار الحالوب مع ان هناك كان دعم في الابقار الحالوب دعم في العجله واحد الوقت كان دعم في العجول للحم ولا زلنا نستورد الابقار والعجله مازال فيها الدعم ديال 4000 درهم وكنا تطرقنا لهذا الموضوع بانه اللي غادي يستافد خصو يكون فوق من 10 البقرات وهناك اقصاء للصغار الفلاحه وصاحب الجلاله يدعو الى خلق طبقه وسطى في العالم القروي كيفاش غنخلقوها واللي عنده 10 البقرات الفوق هو اللي يستافد من 10 البقرات اللي تحت ما يستافد شيء هذه اسئله اللي خاص الناس اللي حطوا هذه البرامج يجاوبوا عليها ولكن كاين واحد السؤال انا تبادر ليا باش نطرحوه على الاسئله ديالك واش حنا في المغرب عندنا بنك
ديال لي سيمونس. انا جاي انا جايك انا جايك. علاش انا غنطرح هذا السؤال؟ انا جاي انا غنطرح هذا السؤال لانه الحدود اليوم والاخت ثارت هذه المساله. الحدود اليوم هاد الزريعه اللي عندنا منين جايبينها؟ شنو المصدر ديالها؟ انا غادي انا جاي انا جاي انا جاي انا جاي كاستاذ اللي كاين دابا باش نوضحوا هذوك عين الجمعه ولا شنو هذا مقاش هذا؟ شوف لا للاسف كانوا في لي سومونس مازال في المراقبه مراقبه لي سومونس ولكن ماشي انتاج لي سومونس ولكن حتى الانتاج مقاش. شوف لا بغينا نتكلموا على انتاج لي سومونس حنا في المغرب راه خصنا واحد خصني جينيتيسيان يعني علم العلماء ديال الوراثه من المختصين ندير واحد الدراسه على لي راس اللي كتصدق عندنا في المغرب يكون واحد البحث تكون واحد الميزانيه اللي مخصصه لهذا الشيء كروازمون واش لايق يعني يعني دابا حنايا اللي بغينا تخصص هذا الشيء داروا ميزانيات. انا دابا لا راه خرجوا ميزانيه سي فاطمي واش دابا حنا كنهضروا على الواقع؟ لا ولا دابا شوف ما عندناش مشكل ما هو في ما كندخلوش انا كان انا كنقول لك شنو كاين في الواقع. لا زلنا نستورد هذه القصيبات سي عبد الحق سي عبد الحق نعم الواقع كتعرفوا انت وكنعرفوا انا وكيعرفوا واحد اخر كيعرفوا الناس المختصين ولكن القاعده الفلاح الكساب المعني بالامر راه هو اللي كيؤدي الثمن ديال هذا التعتيم. حيت انا الفلاح ملي كنخليه منه للناس يبيعوا لي في الكونتربوند وكنحبس على الفلاح الباب باش ما يتخيرش في لي سومونس اللي بغا راه مشكل لان وزاره الفلاحه خصات ميزانيات كبيره باش يستافد منها الفلاح وننميو القطاع. الا كنا ما كننميوش وما نميناش في هذا المغرب الاخضر اللي داز اذا انت في الجيل الاخضر غنرتكبوا نفس الخطا وبلادنا اللي غتبقى غادا ضيعه. راه هذا هو السي الفاطمي ماشي في الميزانيات المرصوده في هذه النقطه هذه بالذات ديال 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 السيراد القصيبات كاين دفتر تحملات اللي واضح يعني حتى المستوى لا في الابقار ولا في القصيبات المستوى الجيني محدد ومضبوط مزيان الاشكال في التطبيق المراقبه في التطبيق دفتر التحملات لو طبق دفتر التحملات ما كانش غيكون عندنا مشكل ولكن الاتهام دابا الفيدراليات بمهنيه الاتهام انا اتهم المسؤولين عن القطاع شكون هما المسؤولين الوزاره الوصيه على القطاع اللي خصها اللي حطات دفتر التحملات خصها تراقبوا المستوردين به تلزم المستوردين به والانتاج غادي يكون وافق الباردي قبيله كان ملي كان كيهضر باش رجعوا عند سعد الحق كان كيتكلم على انه الانتاج تقريبا بحال فهمت منه ما بقوش ندوي على الانتاج الوطني يعني انتاج ديال هاد القصيبات القصيبات ما عندناش انتاج وطني قلت لك المره نقول يعني خصنا نركزوا على هاد نوليو على الاقل نراقبوا هاد الشيء اللي كنجيبوا من برا. الطامه الكبرى هو ما نسميه ان انتاج وطني الطامه الكبرى وركب باقي شي حاجه في قنيطره ولا ما كاين ولكن انا بالنسبه لي ليس بانتاج وطني كانك كتشد عجل كتدور به عند الفلاحه شكون هذاك العجل اللي كيعطيونا حنا من القصيبات ديالو شكون هو هذاك العجل ما معروفش عطينا البيديغري ديالو اش من عجله ودي الله يهدي هاد الناس هاد ياك راه قلتها لك ديك الخطره ومازال غنقولها راه شنو علاش مبني ملي كتعطينا سميه ديال واحد مثلا عجل نسميوه الجلالي ولا ما نعرفش شكون هو هاد الجلالي شنو الخاصيات ديالو اتحدى شي واحد يعطيني البيديغري ديال هذوك اللي ديال هذوك العجوله اللي دابا انتم كجمعيه واش تقولوا لينا في هذا البرنامج بانه سيفيني يعني القضيه ديال الانتاج الوطني بلا ما نبقاو نضيعوا فيها الوقت وندخلوا المجال ديال الاستيراد هو اللي نقنوه لا بالعكس سي لا بالعكس خصنا يكون واش ما عندناش مؤهلات لان ملي كنشوفوا دول اخرى راه عندهم مراكز ديال الانتاج وراه فيها 200 متخصص عندنا سابقه عندنا سابقه في الانتاج ديال ديال ديال, ديال القصيبات في المركز ديال عين الجمعه بالدار البيضاء بروغرام ديال التيستاج داز على حقو طريقو في التسعينات داز على حقو طريقو وكانت النتائج ديالو جد 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 مرضيه عندنا المؤهلات عندنا الطاقات اللي تخدم كل شيء عندنا خصنا اراده سياسيه خصنا اراده ترى داك ديال عين الجمعه راه بقى كيديروا فيها اطريتور ولا الا كانوا بغاو يديروا شي اجتماع كيجيو يتجمعوا فيه حيت بغينا نقتلوا ما بالي لا تما لا عجوله ما بالي لا شي حاجه اللي تقول بان كاين هذا مركز قصدنا نقتلوا السي عبد الحق انا نهضر معك بكل صراحه قصدنا نقتلوا هذاك المركز انا عشت فيه
هذاك المركز وفي غادي في طور الانقراض يعني 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 من المعالم التكوينيه اللي ضاعت فيها البلاد. طيب عشان عند سي عبد الحق لان مابقاش ليا الوقت باش حنا باش غنقول لك التصور نرجع لك للتصور كيفاش كنشوفوا حنا الجمعيه. اول حاجه خص يعني خص تسطير واحد البرنامج وطني اللي غيكون برنامج علمي لتحسين النسل، نشوفوا واحد الفحوله اللي يكونوا ديالنا ونتبعوهم يعني بتزاوج ولا اف 1 واف 2 والاف 3 ونشوفوا لي برود المنتوجات ديالهم باش نحسنوا وفق يعني المعطيات المناخيه ديالنا ديال البلاد ديالنا. هذه الاولى. ثاني حاجه انا كما قلت لك حنا كنربطوا ديما مخطط المغرب الاخضر وخرجنا منه داخلين الجيل الاخضر. هذا الجيل الاخضر خصنا نشوفوا ندير واحد المخطط ديال 5 سنوات ونشوفوا شنو بغينا، شنو بغينا، شنو هو الهدف من هذا التلقيح الاصطناعي، شنو بغينا نديروا، واش بغينا غير نلقحوا ولا عندنا واحد الهدف اللي هو بغينا نوصلوا ليه مثلا كهدف ما نبقاوش نستوردوا العجوله من الخارج ولا ما نبقاوش نستوردوا الابقار من الخارج. يعني خاص اللي كيدير هذا البرنامج هذا لتحسين النسل ولكن خصو يكون عندنا اهداف. حنا دابا الا كان الجو كنديروا هنايا باش نديروا اللحم وكنجيبوا لي راس كنستوردوها ولا كنتجوها هي في كلتا الحالتين راه حنا كنستوردوا، لان حتى داك العجل اللي جبناه من فرنسا ولا جبناه من بلجيكا ولا كناخذوا منه كنصاوبوا من القصيبات هذا راه مستورد، غير استوردناه هنا قصيبات يعني لي بايط وهنا نتجناها هنايا وخزناها يعني ماشي سلاله وطنيه. هذا هو المفهوم. هذا من جهه. من جهه اخرى التصور اللي بغيت انا احنا فين من سنيت البرنامج ديال الترقيم ديال القاطع فين احنا منه الا مازال كنهضروا على هذه الفوضى. انا التصور اللي اقترحته على الاخوان داروا لي واحد الجمعيه ولا مات فيدراليه ديال الترقيم داروها كاينه. حنا دابا كنهضروا على مسنده لنفس الجمعيه باسم جمعيه اخرى باش نكونوا واضحين. حنا السي خالد باش نهضروا حنا التصور اللي ناقشنا فيه ديال الحليب مع ديال اللحوم الحمراء وداروا شي شوف السي خالد داروا واحد خمسه حنا شوف خمسه في المكتب خمسه حنا يكونوا خص غير داك الشيء يدار على بقواعده داكشي خصو يدار بقواعدو وفق ضوابط. لان دابا حنا كاين كنهضروا على الرقمنه كنهضروا على الترقيم كنهضروا على القرن 21 كنهضروا حنا مازال كنخدموا بطريقه ديال الخمسينات. الترقيم هذاك هو ملف بوحدو. خليني دابا انا غنقول لك انت باغي ترقم بقره داخله غادي تدخل القرنه بعد خمس سنين علاش قلت لك داكشي خصو يدار بقواعدو الهدف وفر علينا بعد هذيك الطانجه. حنا دابا شوف التصور هنا حنا غير هذه واحد جوج الاسابيع درنا واحد اجتماع مع التقنيين الملقحين وحنا باصدار اعداد واحد مسوده قانون من اجل باش نوصلوها نحطوها للمسؤولين باش نكونوا كقوه اقتراحيه اللي هو كيدخل في الاهداف ديال الجمعيه الوطنيه للهيئه التقنيه لتربيه المواشي. هذا من جهه. من جهه اخرى هو ان التصور اللي بغينا حنا نشوفوا فيه التقني الملقح شكون هو. هذا التقني الملقح ما بغيناش يجي ويعطي الورقه كما قلتي ورقه ولا بون ولا داك الشيء. حنا بغينا داك الشيء يكون داك الملقح عنده واحد كيما كاين لو كود ديدونتيفيكاتور يكون واحد القين ديال المرقم ديال الملقح. يعني كل ملقح غيوصل عند الكساب غيكون عنده واحد الكود ديالو ناسيونال واحد القين وطني باش حتى داك الفلاح ما يتنصبش عليه. هذه الاولى حتى هي خصنا هذه المساله نخدموا عليها. مساله اخرى هو ان داك الملقح ملي يوصل للضيعه خصو يكون ماشي مجهز بحاسوب عنده الكود باش كيقرا لاباي ديك القصيبه كتدخل يكون ان سيستم انفورماتيزي بواحد المودم ويكون فيها الرقم ديال البقره ليدونتيفيكاسيون ديالها ويكون التاريخ ديال التلقيح ويكون البطاقه الوطنيه ديال الكساب وهذه المعلومات كلها من كيلقح كيدير اسم ديال الثور اللي تلقح ومن بعد يمشي في البلاصه يكليكي اونفوي يمشي لونسا يمشي لا دي بي. انت كتقول لونسا هي اللي خص يمشي لها يمشي لونسا يمشي لا دي بي. انا لونسا علاش هي المعنيه هي لونسا ولا دي بي هما اللي معنيين. دابا الترقيم فين كيمشي راه كيمشي لونسا لونسا الترقيم وين حنا بغينا باش هذا الشيء هذا البقره رقم واحد في ملكيه ديال السيد فلان في العمر ديالها قدا قدا الولده ديالها رقم قدا قدا تلقحات بالعجل الفلاني تكون هذه البيانات كاينه. لان ما تنساش راه كاين هذا التلقيح هذا خصو يمشي مع المخطط الوطني. البقره ديال الحليب تلقح بالعجل ديال الحليب والبقره ديال اللحم ولا الكروازيه تلقح بالعجل اللي غيكون ديال اللحم. ما تكونش فوضى. علاش حنا دابا غنبقاو هذه بقره ديال الحليب اللي هي جايه وحنا بغينا البقر استوردناها من اجل باش تعطينا الحليب ومي غادي تولد لنا غير تولد عاوتاني تبغي تضرب نعطيوها عجل ديال اللحم وراه خربقنا كل شيء داك الشيء ديال دونك خصنا داك الشيء يكون غير فاصل قصير من بعد منه غنرجع باش في هذا المحور ديال الحلول وديال المشروع ديال الجمعيه من اجل تاهيل او تقنين
او تنظيم هذا القطاع باش نكملوا فيه، يعني باش نختموا هذه الحلقه. فاصل بعده نواصل. نعود مشاهدينا الكرام، برنامج صوت الفلاح على قناة الفلاح، دائما مناقشة موضوع التلقيع الصناعي بين فوضى التنظيم وتحديات التأهيل. وكان السي عبد الحق بوتشيشي رئيس الجمعية الوطنية لتقنية تربية المواشي كيهضر على المشروع ديال الجمعية من أجل التأهيل ونقولوا تنظيم وتقنين هذا القطاع، لأن فيه الفوضى وداكشي اللي هضرنا في المحور الأول والثاني، بينما أنه قطاع يحتاج كذلك الى تقنين ومراقبه. سي عبد الحق باش تكمل، بديتي كتهضر على الكود ديال الملقيح وبديتي كتهضر على بعض الاجراءات العمليه التقنيه وبنك ديال المعطيات اللي يمشي لونسا ويمشي للمديريات الاقليميه لي دي بي، يعني نشوفوا واش باقي عندك شي حاجه في هذا المشروع ديال الجمعيه ديالك. لان علاش هذا التطبيق غادي يساهم في اول حاجه تنظيم القطاع، ثاني حاجه غيعطينا احصائيات اللي هي غتكون مهمه من ناحيه القطع الذي يلقح وعدد الولادات، ونعرفوا حتى النجاح، نسبه النجاح ديال هذا التلقيح الاصطناعي، وتتكون حتى المحاسبه. هذه مساله اللي هي خصنا احنا كنا خدامين عليها دابا، وغاديين باش نشوفوا التطبيق هذا ان شاء الله نخرجوه لارض الواقع. هو واحد المساله السي خالد، هو ان هذه الجمعيات تيهضروا عندما كيكون هذا الملقح خدام عنده كاجير ما كيتكلمش، ولكن من هذا من هاد الاداء التقني كيمشي يخدم الراسو تيقول ما عندوش الحق. دونك هنا هاد الكلمه ديال ما عندوش الحق خصنا نحطوها حتى هي في السكه الصحيحه ديالها، يعني ما نساوش هاد الجمعيات هادو راهم استافدوا بالمبادره الوطنيه للتنميه البشريه معفيين من الضرائب، يعني كاين بزاف ديال الاقتصاد الريع. واني هاد الملقح الا كان غيخدم في واحد الاطار اللي هو قانوني، قانوني يعني بشكل خاص، بشكل خاص اطار قانوني، يكون عنده ترخيص خاص، يكون عنده ترخيص خاص وتكون عنده محاسبه، بحال المستشارين الخواص، المستشارين الفلاحيين الخواص الخاصه. يعني دابا انا كنشوفوا كاع القطاعات في الدوله كلها تحرات ومشات للقطاعات الخاصه، الا هذا مازال مساله ديال التلقيح الاصطناعي. كاين هناك اللي ما بغاو يبقى حكر على الجمعيات، ويني ولكن السي عبد الحق دابا انا كنتبع المشروع ديالكم في الجمعيه من اجل التاهيل والتنظيم، كان خاف انه يكون مجرد مشروع ديال، هو مشروع من ناحيه يعني الشكل ديالو من ناحيه الاجراءات مشروع مقبول يعني يمشي للتنظيم، ولكن من ناحيه الواقع انت كتهضر على تقنيين معتمدين وهذوك اللي دابا هما في الفوضى وهذا الشيء، كيفاش غدير معاهم وهما ولاو جزء من الواقع؟ واش غادي نعطيوهم؟ شنو مقترح لهم؟ واش نعطيوهم الكود غير هكذاك ونعتبروا لهم هاد السنوات ديال النوار اللي كانوا خدامين ونعطيوهم هاد الكود، ولا خاصنا نحبسوا واللي عنده الدبلوم نرجعوا للدبلوم؟ يعني نرجعوا للدبلوم، هو الاساس، اللي عنده الدبلوم هو اللي غياخذ الكود. انا بطبيعه الحال لماذا التكوين؟ لماذا هذا التكوين غادي يكون ولينا غير الفوضى؟ غادي ينوض شي حاجه بغى يديرها ينوض الصباح يديرها؟ لا، خصنا نطيروا يتحيد الا سمحتي باش نفهم مزيان، يتحيدوا هكذا ولا خدموا يتحاسبوا. اذا غتنوض ولا خدموا يتحاسبوا علاش غيحتج هو مخالف القانون ويقول انا وليت جزء من الواقع، راه كاين جزء من الواقع العشوائي كاين في جميع القطاعات. اسمح لي الله يجازيك بخير، لا باش غير واش نتوما باغينهم باغين تحتضنوهم ولا ما نهضروش معاك؟ ما عندكش ديبلوم، الله يسهل الصفه، مرحبا به الا سمحتي. ما له الصفه اللي ما عندوش خويا يمشي يشوف هذاك المشكل ديالو، يمشي يتكون مزيان. الصلب الموضوع هو انهم صبحوا جزء من الواقع، هما والواقع مرير، ومن بين الاسباب تردي لهذا الوضع هو هذه المساله هذه بالضبط. وعطفا على ما قال السي عبد الحق البوتشيشي، غادي نرجع للنقطه ديال الجمعيات. حنا راه ماشي عيننا في الجمعيات ولا شي حاجه، باش نكون واضح، عيننا في التنظيم وفي الرفع من مستوى التنظيم. ولكن باين بان لا عيننا في الداء، باش نكون واضحين، النقاش راه باين بانه الجمعيات كتوجه لهم لانها تتحمل هو تيتكلم على التقنيين الخواص، راه مشروع اخر حتى هو، يعني ما تبقاش انا حابسني انا كجمعيه متحكم ليا في المصير ديال هذا القطاع. معلوم، هذا هو اللي بغيت نقول لك،
غير واحد النقطه اللي غتبين لك يعني 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 الافراغ للجمعيات من المحتوى ديالها. عمرك شي جمعيه عطات شي رقم ديال عدد مراقبه الحمل لا في الشهر ولا في العام اللي هي اهم من التلقيح. نقطه مهمه يغفلوها الجميع وهي مراقبه الحمل ومراقبه الوليدات، هي اللي كتحدد لنا المسار ديال القطاع فين غادي. راه درنا 1000 تلقيحه راه تقدر تخرج لنا صفر ولاده. ما عندنا ما كاينش شي جمعيه اللي كتهضر على مراقبه الولادات شحال وشنا هما لي راس اللي تزادوا وشنا هو التلقيح. واش كيعطيو الرقم بعدا؟ كيعطيو هما الرقم يعني هاد البيانات اللي قلتي دابا ما كاينش هاد التعامل اللي هو كتعطى ارقام مغلوطه باش نكون معلوماتي كتعطى لونسا دابا محال كتوصل حتى شي حاجه. شوف هذاك الرقم عنده ارتباط بعده مسائل غادي نزيدو نطلعو طلبتي اليوم الجرعه ديال الصراحه غادي نزيدو نطلعو. حيت ملي قلتي لي الملايير ديال الدراهم وهادو ملايير ديال الدراهم كتدخل كدايزه في السماء حتى حاجه ما باينه وما عارفينهاش اذا راه كاين شي حاجه. المسؤول الجهه الوصيه على القطاع تطالب ارقام في هذا الباب ديال التلقيح الاصطناعي. واكد لك انها تعطى ارقام مغلوطه لغايه في نفس يعني التقارير لان عنده ارتباط بحوايج اخرى لان عدد التلقيح اللي دارت اي هيئه عنده ارتباط بحوايج اخرى، عنده ارتباط بعلاقه ديك الهيئه بالهيئه البيمهنيه، عنده علاقه بالاستفاده من الدعم ديال الدوله في هذا الباب. لهذا يعني لا كيغونفلي ولا كيغونفلي كيتغونفلا ولي شيفر انا كنقولها وتحمل مسؤوليتي كيتعطى ولي غاص ماشي كاع حتى حاجه ما كتعطى صحيحه. انا نعطيك ولا غونفلا خويا خلص ضريبه نديرو حنا كاع الضريبه ونهنيو الوقت كاع بلادنا هذه باغا تغونفلي غونفلي يلا خرج على راسك بلادنا هذه ومستعدين لا بغاو يحاسبونا على هذا الشيء حنا مستعدين. كتعطى ارقام مغلوطه في اغلب الاجهزه. نرجعوا للحلول عفاك سي خالد باش ندوز كذلك عند هذا داء ومن اجل العلاج ديالو خصنا نشوفوا اسباب الداء شنو هي. كاين ثلاثه العناصر مهمه، كاين العنصر التقني العنصر الاقتصادي والعنصر التنظيمي. هذو ثلاثه العناصر مهمه يعني هما اللي خصنا نعالجهم. العنصر التقني كيتعلق من يكون شكون هما هاد الناس اللي كيتكونوا باش نرقاو لهذا المستوى اللي هضرنا عليه ديال التقني الملقيح اللي ماشي غير يجي يحط الزريعه ويشد الفلوس ويعمر الورقه ويمشي. كتهضر على دوك الدورات التكوينيه ديال بصفه عامه البروفيل ديال التقني الملقيح خصو يتحدد ماشي خصو يولي عنده ستاتي هذا التقني ستاتيو هذا هو اللي بغينا نقولو حنا اول ما طالبنا نظام اساسي ديالو اول ما طالبنا به يكون ان ستاتيو نعرفوا شكون هو والصيفه ديالو وكيفاش كيتحدد. هذا الجانب التقني. ثانيا عمليه التلقيح يجب ان يراقبها في البلاد دواوير اختصاص. دواوير اختصاص شكون هاد دواوير الاختصاص؟ لونسا عندك ماشي غير لونسا لونسا التقنيين الناس المؤهلين لمراقبه يعني الناس اللي كيعرفوا اشنا هو شكون الجهاز اللي ممكن يراقب اللي هو جهاز عمومي. الجهاز العمومي راه هو لونسا هي اللي حاليا راه مسند لهذا الامر هذا بالتنسيق مع مصالح الانتاج الحيواني لا في الدي بيات ولا في المكاتب الاستثمار الفلاحي. هادو هما اللي ممكن لهم هاد العمليه هادي لا من المراقبه ديال الاستيراد ديال القصيبات لا من المراقبه ديال السير ديال العمليه ديال التلقيح الاصطناعي. ولكن ممكن ماشيش ضروري اللي ما كتشوفش بانك غادي تغرق هاد لونسا. لونسا عندها مهام كثيره ديال المراقبه وتزيد هاد القطاع تولي تراقب. لا راه معطيها السي خالد راه ماشي حنا اللي بغينا نعطيو لها ولكن كتراقب هي الجوده ديال لي سومون السومونس وداك الشيء. اما دابا هاد القضيه ديال تراقب لك التنظيم اليومي صعيب عليهم. هاد النقطه قلت لك حسب الواقع الحالي اللي عندنا في البلاد ياك ممكن نمشيو للسواق بعدا. كاين حلول اخرى كاين حلول اخرى في هذا الباب اللي كتمس هذا الباب. غندوزو للعنصر الاقتصادي. هذا حتى هو سبب من الاسباب ديال تردي الوضع ان اصبح فيه اقتصاد الريع. يعني خصنا نضبطوا هذه المساله هذه من هذا الجانب الاقتصادي. كاين العنصر الكبير المهم هو العنصر التنظيمي. التلقيح الاصطناعي بداتو الدوله في سابقة عادي بداتو الدوله هي اللي كانت كديرو كديرو في البدايه بالمجال الفلاح تدريجيا دوزاتو للتنظيمات المهنيه من بعد عطاتهم كل شيء.
تنحى على المسار ديالو التنموي، ما بقاش غادي فيه. ارجع كما قلت لك كاقتصاد ريع، كمساله كتدخل في اقتصاد الريع، يعني عوده المراقبه ديال الدوله للقطاع. اما جوج الحوايج، اما هذا المجال يتحال فعلا على 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 على, 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 على الخصاصه ديال بصح النيت من التنفيذ ديالو الى المراقبه، او لا يرجعوه. انتم مع اننا نديروا شركات ونتهناو؟ انا جاي نحيدوا الجمعيات ونديروا شركات. ماشي شركات وصافي، نفتحوا الخواص. ماشي شركات وصافي، ما نحيدوش الجمعيات. انا ما عمري قلت اننا نحيدوا الجمعيات. الجمعيات عندها، ولكن قلتي بان هما اللي فيهم المشاكل. لا لا سمح لي، الدور عندها دور، دور الجمعيه تكون بالعكس الجمعية. بالعكس الجمعيه خصها تفرغ للحوايج اللي خصها ديرها. الجمعيه الدور ديالها دور التأطير، ماشي دور الربح. الله يرحم الوالدين. الربح، الربح راه هي اصلا ممنوع عليها. ايوا انا هما دابا قلتوا، دابا ملي بديتوا كتهضروا، راه ملي كتهضروا انتم كتقولوا كاين رقم معاملات خطير وكبير جدا في هذا القطاع، ولا فيه الربح ولا فيه الرصيد. القطاع انا كنقولها لك قطاع، يعني نديروا شركات، علاش غنصدعوا راسنا وخلي الجمعيه تقعد والدوله تصفط الضرائب ودو يخدموا لنا الناس. هذا القطاع قطاع واعد اجتماعيا واقتصاديا، قطاع واعد كنقولها لك وكنعاودها، يعني اللي غيحل فعلا مشاكل التشغيل. الا درنا المنافسه والشركات ما تقدرش. هذا هو اللي بغيت نقول لك السي خالد، يقدر يهبط الثمن. خاصنا وتيكون فلاح عنده اختيارات. خاصنا الحانوت غنمشي نشري انا هذا الملقح الفلاني البرانه، نبقى نشري انا بالزمن نشري من عند واحد ب 200 درهم وواحد يقول لي 400. واحد خاصنا نفتحوا هذا الباب ديال الشركات وانا ما عارفاش، ولكن وفق واحد دفتر تحملات اللي كتدخل فيه جميع اللي كتراقبوا حتى الدوله، من اجل اننا ما نخرجوش من الفوضى ونعاودوا نطيحوا فيها. يكون دفتر تحملات اللي كيقنن هذا القطاع، ويكون قانون ينظم القطاع، ودفتر طيب. تحملات اللي بغى يدير شركه ديال التلقيح الصناعي، ها المواصفات اللي غادي تكون ياك، ها المواصفات اللي يمكن لك. وتا الجمعيات ما كنقولش حيت الجمعيات، الجمعيه بغات تخدم التلقيح الصناعي، تمشي خد دير تعاقد مع شركه من هذه الشركات تسوطريتي لهاد السيرفيس، وتمشي دير هي التأطير ديال الفلاحه، تمشي راه يعني ما نبقاوش نمزو بين الربح وبين التوعيه والتحسيس. وغنحلوا المشكل، ما بقاش هاد التطاحن ما بين هذا التقني وهذه جمعيه. هذه فكره، واخا هاد الفكره غتجبد عليكم شويه ديال الصداع، ولكن لا، نحن ماضون كجمعيه يعني وطنيه للتقنيه التربيه للمواشي، نحن ماضون لاجل المطالبه بهذه القضيه. سيده ايمان حتى هي في واحد بايجازه، شنو كتقترح كاقتراحات عمليه باش ندوز عند السي فاطمي، حتى هو غير واحد الخلاصه ونختم مع السي عبد الحق. الو السي خالد، الاقتراح ديالي حتى انا بان الجمعيات يبقاو، ما عندناش مشكل فيهم، ولكن راهم تنحاو على المسار التاطيري التوعوي للمسار الربحي مادي. يعني ما عندنا ما نديرو بهم دابا، حيت كتقولوا انتم يا خصهم يبقاو بحال ديك اللعبه ديال بحال حنا دابا، بحال حنا غير عندهم يديروا السي خالد، رضيو الخواطر، رضيو لهم الخواطر. واش هما قفروها خاصهم يتحاسبوا؟ حنا ما بغيناش الفلاح يضيعوا، ما بغينا الفلاح، ما راه ضايع الفلاح، الفلاح راه ضايع، اش من غيضيع؟ يلا غيضيع، راه ضايع هو. لا حيت باقي ما يدار السي خالد، باقي ما عندهم. لا واش هما باقي عندهم دور ولا ما عندهمش؟ باقي عندهم دور، الا بغاو يديروا. هما باغيين يدخلوا الفلوس، واش عندهم شي دور ولا ما بقاش عندهم دور؟ حيت الا مشينا للشركات وهذا ثاني غندك تقول فلاح كثار من هادشي اللي راه فيه، ولا الفلاح، الا الفلاح، الا الفلاح ولا كيتعامل مع شركه والثمن نقص والجوده طلعت، اش غيضيع هو الفلاح؟ الفلاح راه ضايع مع لا ما كيخلصش دابا ايمان، راه كيخلص. لا غير واش حنا خصنا نناقشوا بموضوعيه، والدوله تاخذ هادشي بجديه. الجمعيات، هاد الفيدراليات عطيناكم 10 سنين، عطيناكم قرن، باقي ما درتوش لنا النتائج. بالعكس لقيناكم بان وليتو كديروا الريع، وليتو كديروا هادي، سي فيني الله يسهل عليكم، انا غندوز للشركات ونبدا ندخل انا الضرائب ونبدا نخدم الناس، والفلاح غيتنقص عليه الثمن. الفلاح براسو الا نقصتي عليه الثمن غيقول لك انا ما عندي ما ندير بهاد الجمعيه. بصح غير هي واش باقي عندهم شي دور؟ فاطمه اش بان لك؟ انا كنعتقد باللي هاد الاقتراحات اللي جاوبها الاخوان كاملة مهمة، فيها الصواب كثير، ولكن انا التصور اللي كنشوف من ناحية ديال التنمية اللي غادي يخدم هذا القطاع، هذه المسائل خصها واحد الضوابط وخصها آليات. الجمعيات ما نقدروش نكروا الدور ديالهم في التأطير، في المواكبة ديال الفلاح كذلك. احنا ما كنهضروش على الجمعيات،
بالشكل العام ولا بالمفهوم العام، كنهضروا على هذا صحاب التلقيح اللي عندهم المدارات وكيدخلوا الفلوس. انا مازال ما كملتش. والقانون تيقول لك الجمعيه ماشي ذات طابع ربحي، ما خصهاش تربح. كنعرفوها سي خالد، يعني هي الفلاح اللي مخنخارط فيها. انا الا جبتي لي اخويا برا دق لي انا ب 200 درهم وانت شاريها ب 15 درهم، ماشي هذا استغلال؟ ماشي ريع. دابا خصك تسمعني باش التعليق ديالك يكون غير على الجمعيات الفاطميه. زعما انا جمعيه، ودابا انا قلت الجمعيات، انت اللي حددتي الجمعيات شكون. انا الجمعيات اللي كنهضر عليهم هما اللي كيشتغلوا في هذا القطاع، كذلك الناس الملقحين. ما نساوش بانه كاين واحد الناس اللي خدموا سنين اللي اكتسبوا التجربه. خصكم السي عبد الحق نتوما في اطار المشروع ديالكم تضموهم ليكم وتحاولوا تلقوا لهم واحد المكان معكم باش حتى هما ما يضيعوش. وكاين المساله اللي كنتصور انا ودابا هو علاش واستعد الحق راه الفكره ديالو في الاول قال لك نقول مقترح ديالي انا ما كنهضرش علاش داكشي اللي قال سعد الحق يتناقض يضرب لي كلشي بزاف. لا انا كنقول مقترح ديالي لا يلزم سي عبد الحق. شوف هو نناقش حنا لا يلزم سي عبد الحق. انا مقترح ديالي هذا الراي ديالو. انت دابا كدير لي ملتمس باش هذوك الاخرين يعني هما بحال غادي يحتضنوا لا شرعي. انا التصور ديالي الا بغيتي تقول ما غاديش نقدموا للسي عبد الحق ولا للاخوان. انا التصور ديالي غادي نقدموا من اجل خلق كيف قال سي عبد الحق واحد المسوده ديال القانون نبغي يضمن فيها هذا الشيء. حيت هاد الناس راه كيف ما يكون الحال في اواسع من المغاربه، راه ما يمكنش نجي واحد النهار نقول لهم سيروا فحالكم، لابد واننا خص نلقاو معاهم الحل. ثانيا ملي كنجيو كنتكلموا على هاد الجمعيات والعلاقه ديالهم بالناس الملقحين، علاش اللي ما يكونش هذاك دفتر التحملات اللي وقعته الجمعيه الفيدراليات المهنيه مع الوزاره نزلوه عن طريق هاد المشروع ديال الملقحين والجمعيات. الجمعيات ما يبقاش هاد القضيه ديال المدار، ولا بغيتي تلقح عندك واحد المدار غادي توقع واحد كيتشارج مع الجمعيه ديال الملقحين كشريك وهي اللي غادي تكلف. علاش؟ باش حنا مستقبلا نلقاو مع من نديروا التقييم ديال العمليه ونلقاو شكون نحاسبوا. ما نخليوش الامور غدا غير هكاك، حيت الا بقات غدا هكاك غادي نجيو نبغيو نديروا التقييم ديال العمليه في الجيل الاخضر ما غنلقاوش مع من، وشكون اللي غادي يخسر في الاخر؟ هو بلادنا. هاد التصور هاد الاطار هذا اللي كنهضر عليه خاص يتحط بواحد الرزانة، وانه راه ما صعيبش لان الناس هما واجدين. الجمعيه كاينه ديال الملقحين، غادي يلقاو معهم الحلول كيفاش يضموا لنا دوك الناس، ولقاو الحلول كيفاش ننزلوا هذيك العقد اللي مدايراه الفيدراليه المهنيه الكونترا اللي مدايره مع الوزاره كيفاش ننزلوها لعند هاد الجمعيه ديال الملقحين ولعند الفلاح. اما كون اننا نتكلموا على الشركات، واش عندنا ضمانات على ان السوق غادي ينزل؟ الشركات راه كاينه، راه كتدخل لي سيمونس، راه كتدخل، ها هي دخلت معنا دابا الكونتر بوند. هاد الشركات راه ما كايناش ضمانات على انها غادي تبيع للسوق، لان الوجود ديال وزاره الفلاحه في هاد الكونترا بروغرام اللي دايره مع الفيدراليات راه فيه نوعا ما حمايه للكساب. حيت حنا كنقولوا شركات، المفهوم اللي فهمت منهم شركات ديال الخدمات، لا بريستاسيون ديال الانسيميناسيون ديال التلقيح. هذاك اللي غينوضي دوك البرا غيكون تابع للشركه وجايب لاسينيس ديالو والطوموبيل، وتا هو ماشي جاي باغي يكريسي الفلاح. الا نزلنا هو باغي يدي الفلاح من جيبو ويطلب كود وطني ديالو، كود وطني ومراقب من طرف الدوله. ماشي مسيب غير كتعقيب على هذه النقطه اللي قال سي الفاطمي ديال انك تضم هذوك الدخلاء. لا 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 انتوما كتقولوا الدخلاء. دخلاء لان ما راه شوف لا يفقه في القطاع شيء ويبدا حتى هو خدام فيه، راه داخل انا بالنسبه لي داخل ما قابلينهم. حنا نطمح الى اكبر من هذا السي، حنا نطمح لواحد القضيه لهم شي حل انهم يدخلوا يكونوهم. لا نحن نطمح لاكثر من هذا، نطمح لواحد المساله من بعد ان يكون كود وطني ديال كل ملقح اللي ما عندوش تكوين مستمر يسحب منه ترخيص العمل. هذا هو اللي بغينا، حتى ذاك التقني الملقح اللي عنده الكود الا ما عندوش تكوين مستمر يسحب منه. سي عبد الحق عمليه مزيانه، سي عبد الحق دورته لي راسو دابا كيسمع. ولينا دابا هاد الجمعيه رجعناها هي دابا اللي خصها تحل هاد المشاكل ديال التلقيح، هي جزء من الحل طبيعة الحال. ولكن واش هاد الشيء اللي كنهضر عليه السي الفاطمي مقبول؟
بالنسبه لكم كجمعيه الى حد ما نقدر نتفق معه في المضمون ما من ناحيه الواقع فكلام اخر، لانه ما يمكنناش لا يمكننا نشجعوا على الفوضى. حنا ضد الفوضى. واش دابا واحد نبدا كيداوي غدا نقول له طبيب؟ ما يمكنش، راه الطبيب طبيب والمهندس مهندس والتقني ملقح والتقني ملقح والتقني ديال الدواجين تقني ديال الدواجين، يعني راه اطار مهيكل، ما خصناش نشجعوا على الفوضى. حنا ماشي ضد الجمعيات. الجمعيات انا بغيت التصور اللي بغيت نعطيه انا هو انه ذاك الفلاح كتكون عنده حريه الاختيار. انا كفلاح عندي البقر ديالي، بغيت نشوف جمعيه، لان التلقيح تخدم التلقيح، ما نساوش راه الجمعيات قاموا بواحد الدور هو انه التلقيح ولا من حق الجميع. هذه مساله ما خصناش ننكروها، قدموا واحد الخدمات. وين كاين هناك اخفاقات وكاين بعض الامور اللي بغينا نصححوها، التصحيح ديالها كيمر عبر التقنين وعبر يعني فتح تشجيع المبادره الذاتيه. لان هذا الجيل الاخضر راه عطى حتى هو من الحق للتنميه البشريه والمبادره الذاتيه، خصنا نشوف هذا السياق هذا من جهه، ومن جهه اخرى كتبقى الحريه. انا ككساب نعيط للجمعيه، نعيط للملقح ديال الجمعيه، بغيت نعيط للملقح ديال التعاونيه شغلي هذاك، بغيت نعيط للشركه نعيط للشركه، يعني كتبقى القناعه ديال هذاك الكساب والثقه ديالو في من غادي يثق. الا غادي يثق في الشركه مرحبا، والشركه تكون عندها حتى هي واحد الكيت شارج بان ديك لو سوموس وديك القصيبه اللي غتخدم بها خاضعه للمراقبه، لانه هالعجل فلان فلاني هالعجل فلان فلاني، ويكون كيضبط بانه مثلا البقره ديال الحليب البقره ديال الحليب والبقره الكروازيه الكروازيه واللحم اللحم، وتمشي الامور مقننه وتولي المحاسبه. كما قال السي الباردي انا تقني ملقح ولكن ما خدمتش عامين ما نورش نجي ونخدم، لا نعاود ندير دوره اخرى، لانه وكاين واحد المساله اخرى عاوتاني. حنا تقنيين وحنا بغينا ننظموا راسنا براسنا. مثلا كتلقى تقني وصل 60 عام شد تقاعد وكان مثلا خدام مع الدوله ولا في جمعيه وخرج ومشى عاوتاني دار واحد الشركه ديالو ولا، انا هذوك الناس عندهم من الكفاءه مزيان، ولكن نخليهم في التعطير نخليهم في التكوين، واني باش يبقى هاد الشباب فوقاش غيخدم الا بقى هذاك اللي شد التقاعد. وكاين كنعرف انا كاين دابا اللي عنده اشير 11 من الدوله خرج تقاعد ومشى خدم مع جمعيه، راه خصنا نشوفوا نكون عندنا واحد العين اللي هي الا كنا احنا ضد هاد الناس هادو اللي كيستعملوا هاد القضيه هذه، فما بالك السي فاطمي تقول لي واحد اللي غير مكون، يعني خصنا نكونوا هاد المساله هذه غير باش نتفاعلوا شي شويه. نعم. في هاد النقطه هذه سال لي الوقت. لا غير لا بدا غادي تعطينا واحد جوج دقائق نتفاعل انا وصاحب الحق فادي لا بل لي غتكملوا لي انا ماشي غير بالنسبه لهاد الناس الملقحين. انا معاك انه واحد استكمل المسار ديالو في الدوله وجا غادي يدير ملقح، هذا كيسد لنا الباب على الشباب ما كنناقشوش هذه الحاله، هذه مرفوضه. هذه انا اللي كنتكلم عليه هو شي ناس اللي خدموا، كاين اللي كيقول لك انا خدمت اكثر من 25 عام في هذا الميدان واكتسبت تجربه، لماذا انكم انتم كجمعيه تجيبوا عندكم تحتضنوه وتخضعوه للتكوين ويتكون وما يبقاش عنده المشكل ديال انه ما عارف والو؟ غادي يدير تكوين عن طريقكم نتوما ونفتحوا له الباب على انه يبدا يشتغل داكشي اللي غتحدوا له نتوما لانكم نتوما ما الاطار. انا غادي نعطيك واحد باش نختموا مع كنت مشيت قدمت اكثر من 25 عام تجربه، راه غادي يمشي للتقاعد وصافي ديال الخدمه. انا الرقم قلت لك غير ربما 10 سنين 8 سنين هذا كما يكون الحال اكتسب تجربه. انا شوف سي الفاطمي مشيت انا بصفتي رئيس الجمعيه مشيت عند الناس اللي مسؤولين على التكوين وقلت لهم راه وقعت تجاوزات في التكوين في وقت ما. دابا حنا هذوك الناس ماشي ضدهم، واني الله يجازيكم بخير حبسوا لنا هذا الباب، دوك الناس اللي تكونوا ليست لهم الصفه حبسوا لنا هذا الشيء هذا ووقفوا هنا، ومن هنا لقدام اللي غيتكون تكون فيه الشروط والمعايير اللي كينص عليها القانون، فهمتي؟ وقالوا لي واخا، ولكن بعد كنكتشفوا بلاد تما التكوينات بناس لا صله لهم. الحديث معكم شيق، والحديث في هذا الموضوع ديال التلقيح الاصطناعي هو عنده حتى هو الراهينيه ديالو. ما بقى لي الا نشكر السي عبد الحق البوتشيشي رئيس الجمعيه الوطنيه لهيئه التقنيه تربيه المواشي، شكر كذلك موصول السي محمد الباردي رئيس الفرع الجهوي للجمعيه بجهه الدار البيضاء السطات، شكر كذلك سيدة إيمان خلوقي تقنية ملقحة ومستشارة بالجمعية، ولكم كذلك تحيات السي الفاطمي بوكريزية المستشار في التنمية الفلاحية وفريق عمل قناة الفلاح من هنا من منطقة قيسر اللي احتضنت هذه الحلقة من برنامج صوت الفلاح على قناة الفلاح.
إلى لقاء قريب. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.